يا صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر، وصباح الخير عليك يا عبد الصبر. صباح الخير عليك يا منة، وصباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا في حلقة جديدة من حلقات صباح الخير يا مصر، حلقة يوم الخميس الموافق 11 مايو 2023. في الحقيقة وإحنا بنتكلم عن يعني حلقة جديدة في صباح الخير يا مصر، ما فيش أحسن إن إحنا نبدأ الحلقة دي بالحديث عن السياحة والمقاصد السياحية في مصر، لأن مصر حباها الله بعدد من يعني المحافظات اللي بتعتبر هي محافظات سياحية بطبيعة الحال، وحدث ولا حرج بقى عن أثرنا اللي موجودة عندنا. عشان كده بنسأل حضراتكم النهاردة سؤال، بنقول لو جات لك دعوة لزيارة مدينة سياحية في مصر، إيه أكتر مكان تحب اللي انت تزوره في مصر تحديدا؟ منا، ايه اكتر مكان سياحي بتحبيه في مصر؟ والله يا عبد الصمد، لو كنا سالنا السؤال ده من فتره طويله كنت هقول لك الاماكن الشاطئيه اللي بنبقى متعودين نروحها بنبقى مبسوطين فيها. انا مش بحب قوي الاماكن الشاطئيه الصخبه اللي هي مليانه كافيهات ومليانه خروجات وكده، لا انا بحب استمتع بالشاطئ الفاضي. صحيح. الشاطئ القديمه اللي هي نفس الستايل بتاعت واحنا صغيرين، كلاسيكيه. انا بحب المود ده، يعني بحب ابقى رايحين البحر براحتنا اكتر. خلينا في الواقع، ايه افضل مكان سياحي لو النهارده جات لك دعوه؟ اديني فرصتي. لا ما انا مش عايز اعرف كل ده، خلاص انا فهمت المود والدماغ اللي انت عاوزاها دلوقتي. ايه اكتر مكان بقى هتحبي تروحي؟ في صباح الخير احنا عملنا حاجه لطيفه قوي السنه اللي فاتت، احنا خدناكم مشاهدينا ولفينا بيكم اغلب محافظات مصر، يمكن فاضل لنا 6 محافظات نبقى خلصنا محافظات مصر كلها. فاللي انا اكتشفته ان كل محافظه نقدر نقول عليها محافظه سياحيه، مش بس المحافظات المتعودين انها مشهور عنها انها محافظات سياحيه، لا صباح الخير يا مصر كانت بتطلع كل يوم خميس من محافظه، وكل مكان يا عبد الصمد اكتشفت ان فيه اثار. صحيح. وفي اماكن مختلفه وفي اثار بقى مختلفه، مش الاثار يعني بس حاجات فرعونيه زي ما احنا متعودين او حاجات للاسف الكل بيجي في دماغه فكره الاثار يبقى انا اماكن فرعونيه خالص، ده لقيت بقى حاجات من العصر الاسلامي وحاجات من العصر القبطي وحاجات قديمه جدا مش ينفع. ايوه ما انا بقول لك المحافظات اللي مش متعودين ان يتقال عليها انها محافظات سياحيه، يعني مثلا ما كنتش اعرف ان بني سويف مثلا دي محافظه في الصعيد، مش متخيله ان فيها اماكن سياحيه، ان سوهاج ما فيهاش مثلا سياحه، لا بالعكس لقيت فيها حاجات واثار خطيره. صحيح. واماكن يعني في اماكن كتير جدا ممكن نروحها احنا مش متعودين عليها. اعتقد ان الفتره الجايه في شغل كتير قوي ان احنا نبرز حاجات كتير عندنا. مسار العيله المقدسه ده لوحده لما يلف المحافظات واللي ابتدى فعلا يحصل فيه هتلاقي سياحه دينيه، سياحه شاطئيه، سياحه ثقافيه، كل طبعا للاستشفاء. ويمكن ده اللي بيميز مصر منا عن غيرها من المدن او الدول الاخرى تحديدا، فكره اللي انت عندك كل انواع السياحه، حدث ولا حركه. اتكلمنا على سياحه دينيه، اتكلمنا على سياحه بيئيه موجوده عندنا دلوقتي وابتدينا ان احنا يعني ناخد المسار ده،
اتكلمنا على سياحة السكاي دايفنج، دلوقتي كمان بقت موجودة عندنا في مصر، وبقى عندنا شركة سكاي دايفنج، وشوفنا يمكن برنامج من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، البرنامج ده تحديدا يمكن كشف لنا وجه مصر الذي لم يراه أحد من قبل. فكرة اللي أنت تشوفي مصر كلها من فوق بالطيارة والباراشوت وبتاع، عارفة في عندنا حالة كده. لكن أنا لو سألتيني السؤال ده بقى، إيه هو أفضل مكان سياحي لو جات لك دعوة تروحه؟ هقول لك أنا بطبيعة حالي كوني اشتغلت مراسل قبل ما أكون مذيع، فأنا لفيت تقريبا كل بقى محافظات الجمهورية. أنت بتقولي فاضل لك ستة، لا أنا لفيتهم كلهم. قفلتهم كلهم؟ كلهم والله. إيه ده؟ أنا مفكرة إني حامل ريكورد. لا لا لا، أنا لفيتهم كلهم، بس أفضل أماكن وهي الأحب إلى قلبي، إديني بقى وجه بحري كله، وجه إبلي آسف كله. راحة نفسية بحبها في محافظات الصعيد. تخيلتك هتقول محافظة حدودية. لا أنا عارفة أن المحافظات الحدودية سانت كاترين وشمال سيناء، أنا بالنسبة لي دول يعني أنت عارفة دي حاجة خاصة بالنسبة لي، دي حالة خاصة عندي. لكن نبعد عن سانت كاترين ونبعد عن شمال سيناء ونروح للمحافظات الوجه إبلي تحديدا محافظات الصعيد، كم من الراحة النفسية. أنا عاوز أقول لك، أنا لو كان في مثلا استحقاق دستوري كنت دايما بتسابق اللي أنا ادوني أي حاجة وجه قبلي أطلع أغطي فيها. ليه؟ أنا بحس براحة هناك. فأنا لو هختار محافظة تحديداً سياحية علشان ألبي فيها الدعوة دي، هختار أسوان. يا سلام. أنا شفت في أسوان كم، والموقف اللي حصل لك معي، لا أنا هقول لك بقى موقف حصل لي مع أسوان تحديداً، بس أنا شفت في أسوان كم من الطيبة، كم من السماحة والبشاشة اللي موجودة في وجوه يعني إخواتنا المصريين هناك. بصراحة حاجة كده تخليك عندك حالة من حالات الراحة والاستجمام في محافظة الأقصر وأسوان تحديداً. لكن أنا بتكلم على أسوان، لأن أنا في أسوان يمكن كان في 2018 كانت أول زيارة ليا لأسوان بالمناسبة، يعني مش من بعيد. 2019 عفوا، وأنا هناك في 2019 كنت البداية كانت مهمة شوية. كنت بتعمل إيه أيام الجامعة؟ فين رحلات الأقصر وأسوان؟ لا لا، أنا كنت شاب، أنا كنت شاب كويس جدا والله، ما كانش عندي الكلام ده كله ولا أطلع رحلات مع أصحابي. لا معروفة الأقصر وأسوان في أجازة نص السنة في الجامعة. لا ما طلعتهاش. معلش اخويا الصغير طلع وانبسط جدا. معلش. وبالمناسبه كل بيقول لي اللي انت يعني انبسطت اكتر في فتره رحله الجامعه دي تحديدا، او رحلات الاقصر واسوان التابعه لوزاره الشباب والرياضه. خطير، لان هي الموضوع بيحب لما جروب ويبقى في مرشد حقيقي سياحي يشرح لك كل حاجه. بس انا الحمد لله يعني بقول لك ربنا كرمني ان انا كان عندي زمايلي هناك ونزلوا لي تور جايد وابتدوا يشرحوا لي كل ده. لكن الموقف اللي حصل معايا ان انا خلص مهمه الشغل ومشي كرول الشغل كله وبقيت هناك لوحدي. يعني جالي تكليف ان انا ابقى هناك لوحدي. طب انا هعمل ايه؟ يعني هتحرك إيه؟ ازاي؟ كان ده اول سؤال في بلد انا غريب فيها. فنزلت الاوتيل قلت للولد اللي موجود تحت، استاذنك انا عاوز عربيه الصبح تيجي تاخدني للاوتيل اللي هناك. هو تقريبا ما فيش غير اوتيل او ثلاثه حاجه كده يعني. فقال لي طيب تمام يا فندم. بص لقيته هو بعربيته جه الصبح خدني. بص شاب ده؟ ايه اللطف ده؟ لا لا لا، هو شعب كريم بشكل يعني فوق الوصف. فأخدني وداني هناك. دي جدعانة، دي ملهاش علاقة بقى بأي حاجة. طب إيه الحساب؟ لا قال لي هو بعد الشغل بيشغل العربية بتاعته زي تاكسي يعني. طب هنتحاسب إزاي؟ قال لي لما تخلص المدة بتاعتك شوف أنت قاعد كام. قلت له أنا قاعد 3 أيام. قال لي لما تخلص خلاص هنتحاسب. فهو موديني للقطر كام بقى حسابنا؟ تخيلي يا منى في الثلاث أيام قبل كام؟ مش عارفة بقى. بص الأرقام 60 جنيه في 3 أيام، رقم أنا عمري ما عندهم رضا بشكل فوق الوصف ما شفتوش في حياتي. خلاص، وعندهم كمان ربنا يعني حابة المحافظة دي تحديدا بكم من الاستجمام والطبيعة الخلابة والأثار، وعندهم زي ما بقول لك حالة من البشاشة. لا أنا بحب أسوان بصراحة. تحية لأهلنا في أسوان، وتحية للرجل الطيب اللي أخذ باله من عبد الصمد 3 أيام. ده يعني عمل جالي. انت بختاري لي محافظة بعينها. بص انا ما اقدرش اقول على الوجه قبلي بالنسبه لي تعتبر سياحه، انا ولادي صعيده وجوزي كمان طبعا صعيدي، فانا بالنسبه لي ده امتداد البيت. احنا عندنا بيت هنا وبيتنا في الصعيد، فانا بالنسبه لي مش بعتبرها مكان سياحه، هو يعني ده مسقط راس اولادي يعني حتى وان كنا مقيمين في القاهره. فانا مثلا بستمتع جدا بكورنيش انا، الناس كلها تتكلم عن كورنيش اسكندريه، لكن لا كورنيش جنا حاجه تانية خالص، والطريقه اللي معمول بيها الحمد لله على السلامه. زي ما بيقولوا.
فلا طبعا في اماكن كتير قوي مختلفه لما تيجي تروح لغايه معبد دندره وتشوف الالوان وهي فريش كانها لسه مرسومه من المعابد اللي تلاقي فيها الالوان الاخضر لونه اخضر فعلا. صحيح. الالوان زاهيه وكانها لسه مرسومه دلوقتي ودي من الاماكن اللي ما خضعتش للترميم او لل يعني للتجديد كتير. دي من الاماكن البكر اللي لسه محافظه على جمالها من الاول. فلا طبعا عندنا اماكن رهيبه. خلينا على مدار الحلقه نعرف منكم ونستعرض منكم اكتر المحافظات السياحيه اللي انتم بتحبوا تروحوها او اصلا انتم شايفين ان كل المحافظات ينفع تبقى سياحيه ولا لا. ده سؤالنا اللي موجود على صفحاتنا على فيسبوك وانستجرام. مستنيينكم تبعتوا لنا وهنكون موجودين معاكم. وصباح الخير عليكم وصباح الخير يا مصر. صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. وقبل ما نبدأ فقرتنا نروح ونصبح على لمياء حمدين ونعرف منها أخبار الطقس والمرور ونسألك يا لمياء بعد صباح الخير سؤال حلقتنا النهاردة. خليني أصبح عليك الأول. فضل. صباح الخير عليك يا أحمد وصباح الخير عليك يا منى. صباح الفل يا لمياء. وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. يا رب دايما صباح جميل مشرق كده. لمياء عاوز أعرف منك بقى لو جات لك دعوة لزيارة إحدى المحافظات السياحية في مصر هتختاري؟ ممكن اروح المنصوره يومين بس اقضي فيهم جو كده احسن وبعد كده ممكن اختار دهب. انا ما روحتهاش لحد دلوقتي لسه بس دايما بحس ان المكان ده فيه استجمام اكتر وفي كل انواع الرياضات بقى انت ممكن تعملها. السفاري هتعمله والغطس هتعمله عايز تطير هتطير عايز مغارات يعني فيها جو حلو. كمان الاماكن اللي انت ممكن تعمل فيها كامبينج دي بتبقى هاديه ورايقه وانا ما بحبش الحقيقه الدوشه فيها الطبيعه والهدوء والاستجمام. بحب استمتع جدا بالجو الهادي ده واتبسط فيه كده وابقى رايقه فيه كده فاحب ان انا اروح دهب. يا رب يجعل ايامك كلها هدوء واستجمام كده. وطمنينا على المرور بقى والطقس. المرور حلو والطقس كمان حلو يعني بدانا خلاص الدنيا تستقر اكتر الحمد لله. بصبح عليكم وبصبح عليكم مشاهدينا في كل مكان وتعالوا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. وهنبدا جولتنا من القاهره وبالتحديد من ميدان العتبه. هنفضل ماشيين فيه وناخد طريق شارع الجيش وهنلاحظ ان فيه هناك سيوله مروريه مكمله لحد ميدان باب الشعريه. من باب الشعريه هنتجه لشارع بورسعيد اللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات نسبيه بسيطه وغير مؤثره. هنفضل في طريقنا لحد ما نوصل لمنطقه الدار وهناك بعض الكثافات المروريه انما هي متقطعه وممتده للشوارع المؤديه لشارع رمسيس اللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات مروريه واصله وممتده لحد مسجد النور في العباسيه. هناخد طريق كوبري اكتوبر اللي بيشهد كثافات مروريه بسيطه للسيارات امام اللي جاي من الجيزه في اتجاه مناطق وسط البلد. في كثافات تانية في الاتجاه العكسي. نفس الموضوع من اللي جاي من ميدان التحرير ورايح لمدينه نصر وفي محور النصر. اما نفق الازهر بيشهد ظهور تباطؤ بسيط في حركه المرور للي جاي من صلاح سالم ورايح لميدان الاوبرا او العكس. نروح كمان لحلوان ونبدا جولتنا المروريه من هناك من كوبري النيل اللي بيشهد سيوله مروريه في الوقت الحالي. وهنفضل ماشيين لحد ما نوصل لمسجد الشهيد وهناك هنلاقي كثافات نسبيه مكمله لحد الكورنيش وواصله لحد طريق القاهره الوسطى. ولو فضلنا مكملين على نفس الطريق هنلاقي الكثافات بدات تقل بالتدريج لحد لكن هترجع مره ثانيه بمجرد وصولنا لطريق حلوان الكريمات. نكمل جولتنا في شوارع الجيزة وفي كثافات على طريق المحور اللي قادم من ميدان لبنان. أما المتجه لأكتوبر في كثافات مرورية وده علشان التحويلة من محور 26 يوليو للمهندس شريف إسماعيل. مرة تانية نرجع للمحور ولو رحنا كمان لمحور صفت هيشهد كثافات مرورية بتزيد قبل إشارة جامعة القاهرة. شارع الهرم بدأ تظهر عليه الكثافات المرورية وده نتيجة التحويلات اللي موجودة هناك. كمان هناخد بالنا من غلق الطريق الدائري القادم من أكتوبر ولازم الاتجاه من نفق حازم حسن لمحور 26 يوليو أو محور رود الفرج كبديل للطريق. أما لقادم من طريق الواحات فيفضل الطريق السياحي الجديد. بتظهر كثافات مرورية في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة بدءا من نزلة كوبري فيصل وحتى شارع التحرير. كمان ظهرت بعض الكثافات على كوبري الجامعة وفي كمان كثافات بسيطة على كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين وده بسبب أعمال التوسعة. نروح بقى لمدينة إسماعيلية وهنلاقي هناك سيولة مرورية كبيرة وخاصة على الطريق الدائري حوالين مدينة الإسماعيلية وطريق عثمان أحمد عثمان وده اللي بيوصل بين الجامعة والاستاد ومجمع المحاكم. فيه كمان هناك سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات المتحركة واللي مش بتأثر على حركة الطريق هناك. أما المتجه لبورسعيد في سيولة مرورية في طريق الإسماعيلية بورسعيد. من منطقة القناة لجنوب الصعيد ونكمل جولتنا في محافظة سوهاج وهنبدأ من محطة القطر هناك اللي بتشهد عندها بعض الكثافات النسبية.
هنمشي ونشوف الطريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية فيها سيولة مرورية لحد دلوقتي وفي بعض الكثافات المرورية بس عند أعلى نهر النيل، وكمان الطريق المؤدي للجامعة في كمان كثافات نسبية وفي كثافات نسبية عن طريق مستشفى جامعة سوهاج. كمان في كثافات مرورية بسيطة بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. كده خلصت جولتنا المرورية، ونكمل معاكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. والنهاردة في ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، والطقس هيكون مائل البرودة صباحا وحار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري. كمان النهاردة في فرص لأمطار إنما خفيفة لمتوسطة على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري. كمان في فرص لأمطار خفيفة بالليل على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، مع وجود نشاط للرياح على أغلب الأنحاء. هتكون الرياح دي مثيرة للرمال والأتربة. كمان درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 33 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 41 درجة، أقل درجة حرارة هتكون في مطروح 24 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية. أهلا بحضراتكم من جديد. خلينا نبتدي مع حضراتكم بأبرز الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح معانا بالتفاصيل حوالين الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، واللي أكد خلاله الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية جلسات الحوار الوطني، وإن الحكومة مستعدة لسماع مختلف الآراء والأفكار ومشاركتها في الجلسات اللي هيتم دعوتها ليها، وده من أجل الوصول لمخرجات يستفيد بيها الوطن. يمكن امبارح كمان يا منى كان في لقاء مهم وكلمة أيضا هامة لقداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية، اللي ألقى كلمة بساحة القديس بطرس، وده بمناسبة مرور 10 أعوام على زيارته للفاتيكان. كمان نروح للأكاديمية الوطنية للتدريب، لأن دكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب استعرضت تجربة الأكاديمية كنموذج ناجح في تمكين الشباب، وده خلال مشاركتها في ملتقى الاستثمار السنوي في أبوظبي. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من خلال هذا التقرير. أخبار كتيرة تصدرت الاهتمامات امبارح، أبرزها الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اللي أكد خلاله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على أهمية جلسات الحوار الوطني اللي دعا ليها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقال مدبولي إن الحوار الوطني هو جزء مهم من الحراك الإيجابي اللي بتشهده الدولة المصرية حالياً، وإن الحكومة مستعدة لسماع مختلف الرؤى والأفكار والأطروحات وعازمة على المشاركة في أي جلسات أو نقاشات تدعى ليها من أجل الوصول لرؤى يستفيد بها الوطن. امبارح استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الجهود والإجراءات اللي بتقوم بيها وزارة البيئة لدفع عجلة الاستثمار، وده في ضوء التكليفات الرئاسية بتطوير القطاع البيئي والعمل على تذليل مختلف العقبات اللي بتعترض تنفيذ المشروعات البيئية وربط تطوير القطاع البيئي بالتنمية الاقتصادية. امبارح أكدت الحكومة إنه لا صحة لرفع سعر رغيف الخبز المدعم تزامناً مع زيادة تكلفة إنتاجه بعد رفع سعر السولار. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قال إنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وشدد على استمرار نظام صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين ب5 قروش فقط دون أي زيادات، على أن تتحمل الدولة فارق التكلفة الإنتاجية. امبارح التقى قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان في المقابلة العامة الأسبوعية اللي بيعقدها في ساحة القديس بطرس الرسول بالفاتيكان. وألقى قداسة البابا تودروس الثاني كلمته بساحة القديس بطرس بالفاتيكان بمناسبة مرور 10 أعوام على زيارته للفاتيكان. وامبارح المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب دكتورة رشا راغب شاركت كمتحدث رئيسي في الدورة 12 من ملتقى الاستثمار السنوي 2023 في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات، وتم استعراض تجربة الأكاديمية الوطنية للتدريب كنموذج ناجح في تمكين الشباب. وقال الدكتورة رشا راغب إنه تم تصميم برامج الأكاديمية لتلبية احتياجات التغيير السريع اللي بيشهده العالم حالياً. وقال الدكتورة رشا راغب إنه تم تصميم برامج الأكاديمية لتلبية احتياجات التغير السريع اللي بيشهده العالم حالياً مع تركيز قوي على الابتكار والإبداع.
يمكن المتصفح في أخبار المحافظات بالأمس يلاقيها أن هي اهتمت امبارح بمشروعات الشباب وحجم التمويلات اللي تم توفيرها في محافظة زي محافظة الدقهلية وكمان محافظة بني سويف. كمان في مد خطوط شبكة تليفونات بتقنية الألياف الضوئية في محافظة شمال سيناء، وده اللي بيعكس منها فكرة التنمية الحقيقية اللي بتحصل في شمال سيناء. أكيد. كمان امبارح في مختلف المحافظات تم تقديم خدمات طبية لحوالي 2000 شخص من خلال قافلة بإحدى قرى المنيا، وجامعة أسوان كمان نظمت قافلة طبية مجانية للأشقاء السودانيين في ميناء قسطل. مجموعة تانية من الأخبار من مختلف المحافظات خلينا نعرفها من التقرير اللي جاي. الأخبار اللي حصلت امبارح في المحافظات تناولت موضوعات كتير بتهم أهالينا في المحافظات. البداية من بني سويف، تم الإعلان عن إن إجمالي قيمة المشروعات اللي تم تمويلها من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية مشروعك وصلت ل 2,338,000,000 جنيه، واستفاد منها أكتر من 15,000 مشروع. في دمياط أعلنت مديرية الصحة إنه تم إمداد المحافظة بجهاز أشعة متنقل مزودة بخدمة PACS لكتابة تقارير الأشعة لمستشفى الزرقاء المركزي، ودي بتعتبر هي الخدمة الأولى من نوعها بالمستشفيات الحكومية بمحافظات الدلتا بالكامل، وبتستهدف تحسين مستوى الخدمات الصحية ورفع كفاءة أقسام الأشعة بالمستشفيات. في شمال سيناء بيتم تنفيذ مشروع مد خطوط شبكة تليفونات جديدة فايبر جلاس تقنية الألياف الضوئية بالتنسيق مع مدينة ناخل، وده في إطار الخدمات اللي بتوفرها الدولة لأهالي مناطق مدن وقرى سيناء. في جامعة المنوفية تم افتتاح فعاليات دورة الشهيد الرفاعي 50 للجامعات والمعاهد العليا في لعبة المصارعة بالصالة المغطاة باستاد الجامعة. البطولة بتشهد مشاركة 124 لاعب من 21 جامعة. في المنيا نفذت مديرية الصحة قافلة طبية وعلاجية بقرية أبو خلقة التابعة لمركز دير مواس، وتم الكشف الطبي على 1948 حالة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة ليهم بالمجان وتحويل الحالات اللي بتحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، وده ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة. في الدقهلية تمت الموافقة على صرف الدفعة 174 من حساب قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر إبريل 2023، وده بإجمالي 810,000 جنيه موزعة على 12 وحدة محلية بمراكز ومدن المحافظة. في الأقصر شهد أرض مطار البالون الطائر عودة تحليق البالون بعد توقفه 4 أيام لظروف الطقس والرياح، وامبارح حلقت 52 رحلة على متنها أكثر من 1450 سائح من حول العالم. في أسوان نظمت كلية الطب بجامعة أسوان بالتعاون مع اللجنة الطبية والإغاثة بمجلس الوزراء قافلة طبية كبرى لتقديم العلاج بالمجان والعمل على استقبال وعلاج الإخوة السودانيين الأشقاء والمصريين والرعايا الأجانب القادمين من السودان عبر ميناء قسطل. احنا لسه موجودين معاكم وعايزين نروح دلوقتي نتابع تعليقاتكم على سؤال حلقتنا النهارده. سؤال الحلقه: لو جات لك دعوه لزياره مدينه سياحيه في مصر، ايه اكتر مكان تحب تروحه؟ تدي احمد انت مع التعليقات. طيب يمكن عندنا يعني ما شاء الله الناس صحيه متحمسه، بنتكلم في 72 تعليق تقريبا او ازيد. في دعاء عامر بتقول نهاركم سعيد، طبعا الاقصر واسوان والنيل الازرق الجميل والمراكب النيليه والمناطق السياحيه اللي بتمنع بيها هذه اللي بتتمتع بيها هذه المحافظات الأكثر من روعة. ده حقيقي وأنا بضم صوتي لصوتك بصراحة يا أستاذة دعاء. علي فنان بيقول الأقصر وسيناء البطلة، في حماس هنا. يعني الناس كلها تقريبا متفقة على فكرة الأقصر. طيب في مها أحمد بتقول مصر كلها، كل حتة في مصر جميلة جدا، أحلى بلد في العالم. ده حقيقة مفيش أحلى من مصر. خالد بدراوي بيقول مصر كلها جميلة ومدنها السياحية أروع من بعض، لكل منها رونقها وجمالها، لكن لو جات لي فرصة زيارة واحدة لواحدة من المدن دي فهتكون مرسى علم، واللي رحتها من سنين لكن إنها بتستحق زيارة مرات ومرات. كده هو بيحب الطبيعة الخلابة هو كده نفسه، بقى هو كده يعني يجيب كرسي ويجي يقعد جنب لمياز زميلتنا بقى، يعني نفس المود بتاع الطبيعة دهب، نفس القصة مرسى علم يعني.
طيب في استاذ ثروت عدلي بيقول صباح الخير على حضراتكم، احب ان ازور الاقصر واسوان علشان بسمع عنها وعن جمالها. لا انا عاوز اقول لحضرتك انت كده فايتك كتير جدا لو لسه ما روحتش يا استاذ ثروت الاقصر او اسوان. يعني علي العميري بيقول مصر كلها حلوه وجميله، وان كان ولا بد اروح الاقصر واسوان في فصل الشتاء بالاخص، وتحيا مصر. عايز احكي لك ان انا رحت الاقصر واسوان في الصيف وما كانتش تجربه صعبه ولا حاجه عشان خاطر الجو. طبعا الجو بيبقى حار ولكن بيبقى شديد الجفاف، فالرطوبه اللي بتبقى حاسس بيها بتختلف تماما. وبعدين بقى هناك في حاجات لطيفه خالص احنا مش مشهوره بالنسبه لنا، يعني الناس بتبقى متخيله انها لما بتروح الاقصر هتروح بس المعابد، هتعدي بالمعديه، لكن انا اكتشفت الاقصر تانية خالص. رحت جزيره الموز، مكان مفتوح كله عباره عن نباتات موز فقط لا غير، وفي زي حديقه حيوان مصغره فيها تماسيح صغيره وفيها قرده وفيها حكيت لي بكده على تجربتك كمان في الاكل هناك تحديدا. خطيره. طيب خلينا ناخد استاذه ناهد الجندي بتقول انا بروح بورسعيد انا واخويا حبيبي حسام الجندي، احلى رحله في العالم، لازم تكون معاه طبعا، بكون انا واولادي وهو طبعا ومراته واولاده، فعلا ما بحسش بالامان غير لما بكون معاهم، وبتكون ايام لذيذه ليها طعم تاني جدا. برضو محافظه بورسعيد عاوز اقول لك اصبحت بعد تطويرها كمان، يعني هي الاول كانت حلوه، بعد بقى التطوير واللي حصل هناك ويعني المجهود الكبير اللي حصل هناك اصبحت برضو كانت عايشه في اوروبا. انا كنت قعدت سنين كتير ما اروحش بورسعيد، سنين كتير يعني. وبعدين واحنا في صباح الخير لما كنا طالعين من هناك رحت حديقه خطيره، كانت مكان رهيب وكان لوكيشن ما حصلش، وشجر ونظافه وجمال، مش قادره احكي لك، الشجر كان خطير، الدهانات اللي كانت معموله، المدينه بتبرق حقيقي، والشوارع نظيفه، كانت حاجه خطيره. يعني بلاش كانك عايشه بره، انت عايشه في مصر، احنا ليه دايما بنشبه نفسنا احنا عايشين في مصر؟ جبل الملح، لا عندك هناك حاجات مختلفة فعلا جاذبة للنظر. طب ياسمين مطر بتقول مصر مليانة أماكن سياحية كتير، وفعلا زي ما ربنا عز وجل قال اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم. أول حاجة الأقصر لما تروح هتسمع عنها حاجات جميلة، خصوصا إن فيها كتير من آثار العالم، وبتعتبر سياحة ثقافية وتاريخية، وكمان من آثار مصر القديمة، ومنظر النيل الطبيعي وحرقات البالون الطائر اللي بنقدر نشوف بيها المدينة كلها. وكمان أحب أروح شرم الشيخ علشان الرياضة الممتعة زي الغوص وركوب الأمواج والسباحة. ياسمين درس كويس قوي، عارفة بتعمل إيه وبتختار إيه. في ناس قبل ما بتروح المكان بيدخلوا يعملوا ريسيرش ويجيبوا الاماكن اروح فين، يعني انا نازل هو عامل زي سكادول كده لنفسه، هو فكره انا نازل استمتع، انا نازل المحافظه دي او نازل المكان دي او مسافر البلد دي علشان خاطر اتبسط بيها، مش اللي انا اقعد في فندق او اللي انا اقعد في مكان اقامه وبالليل انزل في كافيه، لا. فبتلاقيهم مخططين كويس قوي زي الاستاذه ياسمين كده. عشان ياسمين طيب في بقى يعني حد غرد خارج السرب زي ما بيتقال، يمكن القاسم المشترك يا منى او الاجماع هنا الاقصر واسوان. في الاستاذ حسام مشعل خرج عن المألوف وراح لمحافظه الفيوم. الله، قرر ان هو قال لك هروح الفيوم، وانا شايف الفيوم فيها اماكن كمان من الاماكن الحلوه قوي واللي بتتمتع فيها اثار بالمناسبه وفيها متاحف طبعا، ولكن فيها طبيعه خلابه رائعه. عارف انا ايه اللي ما كنتش عارفاه خالص في الفيوم، ولما رحت اكتشفت ان في حاجه خطيره، بالذات احنا يعني في شغل الميديا بننبسط قوي، في متحف هناك اسمه متحف الكاريكاتير. ده لو رحت هناك يا عبد الصمد هتلاقي ان فن الكاريكاتير ده موجود من ساعه مكان، يعني من ايام جريده الوقائع المصريه، من ايام مكان كاريكاتير بالنسبه لي مش كاريكاتير يعني بعيدا عن القلش، بس لا والله ده انت هتلاقي رسومات معموله من ايام محمد علي به الكبير، حاجه انا ما كنتش متخيله ان الفن موجود وقد ايه المصريين دمهم خفيف. وفي متاحف كمان هناك، يعني في نسبة آثار هناك سوائي ومروح ومجاي، مش عارفة ليه ما عندناش سياحة أكل، تاكل بط في يوم. لا احنا ليه ما عندناش الاستمتاع ببلدنا؟ يعني يمكن احنا دلوقتي واحنا كده انا قلت حاجه وانت قلت حاجه، لكن تعليقات الساده المشاهدين بتخلينا والله نسال فعلا سؤال، ليه ما بنبسطش بمصر؟ ليه ما نقررش ان احنا لما نحب نعمل سياحه او نزور مكان ما، نقضي اجازه ما،
ليه ما نبسطش بيه اللي موجود عندنا الاول قبل ما نفكر احنا هنسافر فين بره؟ يمكن دي المشكله الكبيره من اللي احنا دايما عندنا عقده الخواجه. احنا انا هسافر فانا هروح اقضي مش عارف فين في البلد الفلانيه في دوله مش عارف ايه. طب انا ليه ما استمتعش واخلص اللي عندي الاول وبعد كده ابقى اشوف اللي بره؟ اللي بالمناسبه غيرك بيتمنوا اللي هم يجوا يشوفوا ربع ده. حقيقي حقيقي. يعني دي دعوة من عندنا. خلينا نلف والصيف ابتدى والامتحانات بتخلص وفي ناس خلصت امتحانات بالفعل، يلا انطلقوا بقى في الصيف نبتدي نشوف عندنا فرصة للأجازات نقدر الناس تشوف حتى يعني احنا هنعمل دعوة بعد كده من صباح الخير يا مصر ان فكرة الناس تروح محافظات مختلفة وتستمتع بالأماكن الموجودة ويبعتوا لنا صورهم ونعرض ان شاء الله كمان الصور دي ونقول قد ايه بلدنا حلوة، قد ايه بلدنا مليئة بالآثار، مليئة أيضا بالأماكن السياحية، مليئة بالمتنزهات، مليئة بأماكن يعني كتيرة قوي تعتبر متنفس لينا جميعا. طيب مشاهدينا هنطلع دلوقتي لفاصل سريع لكن فقراتنا وحلقتنا لسه في صباح الخير يا مصر مستمرة معكم حتى العاشرة صباحا، انتظرونا. بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة لسه في ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، والطقس هيكون بارد أو مائل البرودة الصبح بدري وحار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ودافي على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. بالليل الجو هيكون مائل البرودة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، إنما معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفيها فرص لأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري. كمان في فرص لأمطار خفيفة بالليل على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، وده مع وجود نشاط للرياح لأغلب الأنحاء هيكون مثير للرمال والأتربة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه لميا وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيكي يا فندم. اهلا بيكي وطمنينا عن حاله الطقس النهارده، وهل لسه في ارتفاع في درجات الحراره مكملين فيه ولا الجو هيكون مستقر اكتر الايام اللي جايه؟ بالفعل اليوم في استمرار لارتفاع درجات الحراره، ممكن اليوم هيكون ذروه ارتفاع درجات الحراره، يعني هنسجل اعلى درجه حراره على مدار الاسبوع اليوم. العظمى على القاهره الكبرى متوقع تكون 33 درجه مئويه، على محافظات جنوب البلاد توصل ل 40 درجه مئويه في الاقصر واسوان، وده بسبب وجود منخفض جوي على الصحراء الغربيه مع كتل هوائيه جنوبيه بتؤدي لارتفاع درجات الحراره لانها مرتفعه بشكل كبير في درجات حرارتها. كمان هيكون في تكاثر للسحب المنخفضه والمتوسطه على مدار اليوم، لكن مصادر الكتل الهوائيه طبعا مرتفعه، فبالتالي هنحس بالاجواء الحاره على القاهره الكبرى والوجه البحري وبعض المناطق من جنوب سيناء. نقول عليها سلسله للحراره على السواحل الشماليه، المحافظات المطله على البحر المتوسط، اجواء شديده الحراره على جنوب البلاد خلال فترات النهار. خلال فترات الليل مع غياب اشعه الشمس تبدا الكتل الهوائيه الشماليه تقطع هنا، فبالتالي هيكون في الحراره هيكون ملحوظ اكثر ساعات الليل المتاخر صباح الباكر، فلسه الاجواء بتكون اجواء مائله للبروده. طيب دكتوره منار من فضلك بس ممكن بس تتحركي من المكان بتاعك، اجواء معتدله على المناطق الجنوبيه الموجوده في جنوب الصعيد خلال فترات الليل. كمان اليوم متوقع ان يكون في نشاط للرياح سرعته من 30 الى 40 كيلومتر على الساعه، واحنا بنقول ان الكتل القادمه من مناطق صحراويه، فبالتالي هيكون مثير للرمال والاتربه خاصه على الاماكن المكشوفه في القاهره الكبرى، بعض الاماكن من شمال الصعيد، شمال محافظه البحر الاحمر، الصحراء الغربيه، طبعا الاتربه والرمال المثاره ممكن تؤدي لانخفاض رؤيه افقيه، بالاضافه كمان فرص الامطار مع وجود السحب المنخفضه والمتوسطه سواحلنا الشمالية الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري، وهي أمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على مطروح والأسكندرية، تمتد لبعض المناطق من البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، قد تصل فرص أمطار ضعيفة وأمطار طبعا خفيفة لبعض المناطق من القاهرة الكبرى مدن القناة جنوب الوجه البحري خلال فترات المساء بعد فترة يعني مع فترة المغرب أو بعد فترة العصر في فرص ضعيفة لأمطار خفيفة. إن شاء الله متوقع من غدا الجمعة درجات الحرارة تنخفض قليلا عن اليوم، لكن لسه الأجواء هتظل أجواء مائلة للحرارة، يعني خلاص نبدأ نتعود على أن درجات الحرارة بدأت تتجاوز 30 درجة مئوية خلال فترات النهار، اللي هيكون لسه فيها برودة هي فترات الليل، لسه برودة في
تمام، بنشكرك شكرا جزيلا دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. مشاهدينا تعالوا دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة اللي العظمى فيها 33 والصغرى 19، العاصمة الإدارية 33-19، اسكندرية 25-18، العالمين الجديدة 25-16، مطروح 24-15، دمياط 27-18، بورسعيد 26-19، الإسماعيلية 29-19، والسويس العظمى فيها 30 والصغرى 19، العريش 26-17، كاترين 26-10، طابة 32-18، حلايب 32-20، شلاتين 33-22، شرم الشيخ 36-23، الغردقة 35-21. هنروح للفيوم للعظمى فيها 37 والصغرى 21، بني سويف 36-20، الوادي الجديد 35-20، أسيوط 33-21، سوهاج 29-21، قنا 39-22، الأقصر 40-22، وأسوان 41-23. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة، ودي كمان توصيات هيئة الأرصاد الجوية. مرة تانية هنرجع لأحمد ومنا نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكرا لك يا لامي، وشكرا طبعا موصول لدكتورة منار غانم. ودلوقتي جمعنا مع أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة. عندنا أخبار عن تنظيم مؤتمر للتعريف بأهداف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وكمان في ندوة مهمة هتقام النهاردة عن النقد الموسيقي في مصر. ومن الموسيقى نروح للساحرة المستديرة، لأن النهاردة عندنا أخبار كتيرة خاصة بالرياضة. يمكن في كمان أهم هذه الأخبار قرعة كاس آسيا 2023 اللي هتتعمل في الدوحة، ومن أهم الماتشات اللي هتتلعب في نصف نهائي الدوري الأوروبي. خلونا نشوف تفاصيل أكتر في هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية هتنظم مؤتمر تدريبي للتوعية والتعريف بأهداف المبادرة ومعاييرها، إضافة إلى استعراض أساليب وآليات التجهيز والاستعداد للتحفيز وتوسيع الإقبال والمشاركة في هذه المبادرة الوطنية. والنهاردة المجلس الأعلى للثقافة هيعقد ندوة النقد الموسيقي في مصر إلى أين، واللي بينظمها لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية وهيئة الإذاعة المصرية، وهتكون الساعة 7 بالليل بقصر الأمير بشتاك. والنهاردة هتتجه أنظار عشاق كرة القدم في القارة الأسيوية صوب العاصمة القطرية الدوحة لمتابعة حفل مراسم قرعة النسخة 18 من بطولة كأس آسيا 2023، واللي هتقام في الفترة من 12 يناير والحد 10 من فبراير 2024 في قطر. والنهاردة ولعشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع مبارتين قويتين في إطار جولة الذهاب من الدور نصف نهائي الدوري الأوروبي، وهيلتقي يوفنتوس الإيطالي مع إشبيلية الإسباني الساعة 10 بالليل، وفي نفس الوقت يلتقي باير ليفركوزن الألماني مع روما الإيطالي. وكمان النهاردة ولعشاق دوري المؤتمر الأوروبي موعدهم مع مبارتين مهمتين في ذهاب دور نصف النهائي من البطولة، هيلتقي الكامر الهولندي مع ويست هام الإنجليزي الساعة 10 بالليل، وفي نفس التوقيت يلتقي فيورنتينا الإيطالي مع بازل السويسري. يمكن لو قلت لك ان في حد يعني خد الدراجه او العجله بتاعته واتمشى من بيت لبيت داخل منطقه معينه ماشي، ممكن يتمشى كمان من يعني شارع لشارع اخر او محافظه اخرى برضو ماشي، لكن فكره اللي انت تاخد الدراجه بتاعتك وتمشي وتسافر من السويس لشلاتين اعتقد دي حاجة غريبة، وهو ده بالفعل اللي عملته يعني فتاة في مصر، وقدرت اللي هي تقطع المسافة دي من السويس لشلاتين في 6 أيام. 8 أيام فعلا راحتهم نجوى إبراهيم من مكان لمكان، أو البنت تسافر من السويس لشلاتين قدرت إنها كمان توثق مغامرتها دي بالصور والفيديوهات، كل ما توصل منطقة محددة تنشر صورها وتحكي تجربتها. تعالوا مع بعض نشوف نجوى عملت إيه.
نجوى إبراهيم، فتاة مصرية قررت إنها تسافر من محافظة السويس لشلاتين بالعجلة بتاعتها، وده ضمن خوضها رحلة السفر بين المحافظات باستخدام العجلة لزيارة الأماكن المميزة في كل المدن المصرية. نجحت نجوى إبراهيم في تحقيق حلمها كأول مصرية تسافر بين المحافظات من السويس لشلاتين بالعجلة، واستغرقت مدة الرحلة حوالي 8 أيام متواصلين. من أكتر الأماكن اللي انبهرت بيها خلال الرحلة مرسى علم ودهب، وكانت كل لما توصل منطقة محددة تنشر صورة ليها وتحكي تجربتها وانبهرها بالمناطق السياحية الجميلة في مصر. نجوى إبراهيم قدرت تتغلب كمان على صعوبات الطريق من خلال التجهيز للرحلة الطويلة، وعملت حسابها طول الطريق في أكل ومية كتير وكمان سكريات علشان تقدر تكمل الطريق الطويل اللي قطعته في رحلتها. الناس المقربين من نجوى اتصدموا أول ما عرفوا إنها هتسافر كل المسافة دي بالعجلة ولوحدها، لكن بعد كده تقبلوا الموضوع عادي جداً وأشادوا بالفكرة وبقدرة نجوى في إنها تجوب المحافظات بالعجلة. نجوى إبراهيم الفتاة اللي اتحركت بالدراجة بتاعتها في 8 أيام متواصلة من محافظة لمحافظة، معانا على التليفون. يا نجوى ازيك؟ ازي حضرتك؟ انت تمام الحمد لله؟ تمام الحمد لله. صباح الخير يا نجوى. صباح النور. نجوى دي مش اول مره تسافر يمكن من محافظه لمحافظه؟ طبعا دي مش كانت اول مره، انا قبل كده عملت سفريات كتير غير دي. دي كانت يعني السفريات اللي قبل كده كان تمهيد للسفريه دي اصلا. انت خدتي خط الصعيد قبل كده كله بالعجله برضو؟ بالدراجه؟ تمام. وده ببقى مثبته على برامج عالمية بيبقى معترف بيها في موضوع الرياضة عموما. طيب نجوى خليني أسألك كده سريعا، يعني فكرة اللي انت تاخدي رحلة المسافة بتاعتها بالسيارة أو بالعربية بشكل عام بتاخد من 10 ل 11 ساعة، انت قطعتي تقريبا 933 كيلو في 8 أيام، الفكرة جات لك إزاي وليه قررت اللي انت تعملي المغامرة دي أصلا؟ الفكرة جات لي ان انا بحب ركوب العجل جدا، فحبيت اربط الهواية دي بان اشوف بلدي بطريقة مختلفة غير التقليدية شوية. وطبعا كل ده كان محتاج تمرين قبلها، انا ما طلعتش ما بين يوم وليلة في الموضوع ده، انا اتمرنت قبلها جوه البلد عندي في الزقازيق كتير جدا. علشان اخد خطوة زي دي محتاجة تمرين ومحتاجة تخطيط، محتاجة تفاصيل كتير لازم في السفر بالذات غير المشي جوه البلد بالعجل. اكيد. بس طيب انا عارفه ان انت عندك حلم ان انت تروحي العمره بالدراجه، ابراهيم النجدي عملها لكن بدراجه هوائيه، انت هتبتدي تعمليها بقى بدراجه عاديه خالص؟ ليه لا، ممكن في يوم من الايام اعملها، انا بالفعل عملت عمره من شهر 9 اللي فات، بس ليه لا لو جات لي الفرصه والدنيا اتظبطت في التفاصيل نفسها اللي بخطط ليها، ليه لا ما اعملهاش؟ يعني عمره مقبوله يا رب وعقبال العوده كده مره تانية. لكن عاوز اعرف منك يا نجوى يعني فكره بقى ردود الفعل، انت قلت لي بداتي تركبي العجله جوه بلدك في الزقازيق الاول وبعد كده خدتي المشوار، الناس عندك في الزقازيق استوعبت ده ازاي؟ وفكره ان بنت بتركب عجله في الزقازيق هل برضو عادي كانوا متقبلين عادي ولا واجهتي بعض، مش عاوز اقول التنمر، بعض من الكلام ايه ده بنت راكبه عجله او شافوا الموضوع بصوره عامله ازاي؟ لا الحمد لله الناس عندنا في الزقازيق متحضرين جدا لابعد حد بصراحه. بنات كتير بتروح بالعجله دروسها، هي فكره الاستغراب في حته العجله عندي ان انا بسافر بيها، انما جوه البلد عندنا جروبات حتى بنات بتخرج بالعجله الصبح بدري، وفي حاجات كتيره حلوه جوه الزقازيق خاصه بالعجله. فالموضوع عندنا الناس متحضره لابعد حد بصراحه، فيتقبل الموضوع ده على الاقل، بس فكره السفر مستغربينها. يعني انا بشكرك وبنتمنى لك كل التوفيق طبعا نجوى ابراهيم اللي قدرت اللي هي تاخد مسافه 932 كيلو و700 متر تحديدا من السويس لشلاتين، طبعا يعني مجهود كبير ومجهود عظيم وتستحق عليه الشكر، يعني بنشكرك يا نجوى. دلوقتي جاء معادنا مع موجز لأهم الأنباء مع لميا، تفضلي يا لميا. شكرا لك يا منى. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم.
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي على مشروع قرار بشأن إعفاء واردات الذهب نصف المشغولة والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر. كما نص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي أو المزروع أو الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة المركبة أو المرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها. وتأتي هذه الموافقة في إطار تحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق والحد أيضا من محاولة التهريب الجمركي. يشارك وزير الخارجية سامح شكري اليوم في الاجتماع الوزاري لصيغة ميونخ حول عملية السلام في العاصمة الألمانية برلين، ويشارك شكري مع نظرائه من الأردن وألمانيا وفرنسا في الاجتماع للتباحث حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسبل دعم أو دفع وتكثيف جهود التهدئة وخفض التوتر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بسقوط ضحايا مدنيين في غزة باعتباره أمرا غير مقبول، مطالبا جميع الأطراف بممارسة أقصى درجات ضبط النفس. يأتي ذلك فيما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 7 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة. كما استشهد فجر اليوم شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها أمس بلدة قباطية جنوب جنين. أكد الجيش السوداني استقرار الموقف العملياتي في جميع ولايات البلاد. وفي بيان له أشار الجيش السوداني إلى وجود انتهاكات مستمرة من قبل قوات الدعم السريع في أجزاء من مناطق بالعاصمة الخرطوم، كما لفت إلى القضاء على المئات من عناصر الدعم السريع وتدمير العشرات من العربات التابعة لهم، وذلك خلال تنفيذ قوات الجيش عملية تمشيط واسعة في منطقة الخرطوم بحري. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن خطط حلف شمال الأطلنطي لفتح مكتب في العاصمة اليابانية طوكيو تثبت عزم الحلف مواصلة عسكرات منطقة آسيا والمحيط الهادي. وأضافت زاخاروفا في تصريح صحفي أن الناتو يستهدف العداء مع الصين وروسيا، وكانت وسائل إعلام يابانية قد أشارت إلى وجود مفاوضات بين الناتو واليابان بشأن افتتاح مكتب للحلف في طوكيو. أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه الصين من أجل السلام والاستقرار في العالم، وذلك خلال اجتماعها مع نظيرها الصيني تشينجانغ في باريس. هذا وجددت كولونا التشديد على وجوب سعي بكين إلى إقناع موسكو بإنهاء الصراع في أوكرانيا والدفع بروسيا قدما على مسار السلام. من جانبه شدد وزير الخارجية الصيني على أن زيارته إلى باريس تستهدف العمل المشترك لتسريع التواصل والتعاون في شتى المجالات. خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في تونس على أحد الملاعب الفرعية بالملعب الأولمبي في رادس، وذلك استعدادا لمواجهة الترجي في 10 من مساء الجمعة في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا. وخاض لاعب الأهلي إحماء وتدريبات بدنية قبل المشاركة في تدريبات تضمنت الجوانب الفنية التي يرغب في تنفيذها مدرب الفريق مارسيل كولر خلال المباراة. مشاهدينا انتهى موجز 8 وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. ما فيش شك ان السوشيال ميديا بقت واقع موجود في حياتنا، والمفروض ان احنا نتعامل مع هذا الواقع بشكل ايجابي وبشكل متزن.
يعني مش المفروض مثلا اننا نعيش ساعات كتيره كل يوم على السوشيال ميديا ويبقى في عمليه افراط لدرجه تخلينا نهمل في حياتنا الشخصيه او نهمل ايضا في حياتنا العائليه، لكن للاسف بنلاقي الناس بقت عايشه جوه البيت مع بعض، لكن كل واحد في جزر منعزله زي ما بنقول، كل واحد ماسك الموبايل، كل واحد عايش مع العالم الافتراضي الخاص بيه وملوش دعوه بالتاني. يعني بنلجا لبعض، ممكن احنا لو عاوزين حاجه من بعض بنكلم بعض على السوشيال ميديا واحنا جوه نبعت لبعض على الواتساب واحنا جوه في نفس البيت. والله اعرف ناس كده بقى. اي الشكل ده من التعامل مع السوشيال ميديا بيكون يعني عنده تاثير كبير جدا على حياه الناس الشخصيه وكمان على الصحه النفسيه. البعض ممكن بيطلقوا عليه كلمه هوس السوشيال ميديا، ده ممكن يكون جزء من اسباب زياده حالات العنف الاسري. خلينا نناقش ده النهارده في فقرتنا اللي موجوده معانا في الاستوديو الدكتوره منى حمدي استشاري الصحه النفسيه. اهلا وسهلا بيك يا دكتوره. اهلا بيكم، صباح الخير على المشاهدين. صباح الفل. صباح الفل يا دكتور. صباح النور دكتور. عندك سوشيال ميديا؟ اكيد طبعا. تستخدميها ازاي؟ بحاول على قدر الامكان بعد المقدمه دي، واكيد احنا كلنا زي ما كان بيقول احمد زكي في الفيلم بتاعه كلنا مدمنون لا اساسني احد، ولكن احنا مطالبون طول الوقت ان احنا نحاول نسيطر على ده. وكل ما كان وعي الانسان وثقافته عاليه ده بيساعده على ان هو يقاوم ادمان السوشيال ميديا. ففعلا غالبيه الناس مش هتقدر تستغنى عن السوشيال ميديا، وهي فعلا زي ما انتوا قلتوا بتسبب حاجات كتير، اضطرابات نفسيه واضطرابات اضطرابات الشخصيه. ده مش احنا اللي بنقوله، او احنا لسه بادئين نكتشفه لما بتبدا الظواهر تظهر. هو ده حصل ليه؟ لكن اوريدي فعلا بره اللي هم صنعوا السوشيال ميديا، هم الدراسات بتاعتهم بتثبت ان فعلا السوشيال ميديا بتغذي الاضطرابات النفسيه واضطرابات الشخصيه واعتلال المزاج والميل للعنف والعصبيه والعدوان. طب يا ترى هو ده بيحصل ليه؟ هو احنا ليه اصلا بندمن السوشيال ميديا؟ صحيح. ده هو السؤال الرئيسي. هل فعلا السوشيال ميديا ادمان؟ ايوه السوشيال ميديا ادمان. ده تم تصنيفه في الدليل التشخيصي الاحصائي للصحه اضطرابات النفسيه والعقليه DSM وتحديثاته كلها، خلاص صنفوه ان هو اوريدي فعلا يعتبر من انواع السلوك الادمان السلوكي. ان احنا عندنا ادمان مش بس مواد وعقاقير ومخدره. صحيح. ولكن هناك الادمان السلوكي، ونمبر 1 فيهم طبعا ادمان السوشيال ميديا او الانترنت هو ادمان سلوكي. في كاتبه مهمه وطبيبه نفسيه واستاذه في جامعه ستانفورد اسمها انا ليمكي، كتبت كتاب اسمه وطن الدوبامين. ليه بقى قالت وطن الدوبامين على السوشيال ميديا؟ لان اصلا الصفه الادمانيه بتاعت السوشيال ميديا جايه اساسا من فكره ان هو بيحفز افراز الدوبامين. هذا الهرمون او الماده الكيميائيه العصبيه المسؤوله عن احساس والشعور بالسعاده الناتج عن الانجاز او الانتصار او النشوه. طب ما انا عايز اسالك بقى، فضل. ايه الغلط ان الناس تبقى حاسه انها تحققت لما بتعمل حاجة على السوشيال ميديا؟ خلينا نقول ان في فروق فردية بوسط الناس الكتير. احنا مش بنتكلم على السوشيال ميديا اللي بتأدي لانعزال وتخلي الناس تبعد عن بعض، احنا بنتكلم عن ان ناس قد تكون لها ظروف خاصة وتبقاش عارفة تتواصل مع الاخرين، بتبقى مكسور خاطرها كده لو يجوز لنا استخدام التعبير الدارج، من خلال السوشيال ميديا بتقدر تعمل علاقات حتى وان كانت غير حقيقيه، ولكن ده بيسبب لها السعاده وبيسبب لها التعايش مع الاخرين. حد ما يكونش عنده القدره الجسديه انه يتحرك كويس قوي على السوشيال ميديا بيلعب رياضه من العاب الفيديو جيمز والحاجات دي، بتحسسه ان هو قادر يعمل ويتحرك وينط ويحسسه بالقيمه. ليه تبقى وحشه؟ نفس السؤال ده سالته انا ليكمي في الكتاب بتاعها ده. أيوة أنا هو احنا ليه بقى متضايقين طالما احنا بنقول اصلا ان السوشيال ميديا بتسبب افراز الدوبامين، وافراز الدوبامين يسبب لنا السعاده. تمام. فما المشكله؟ ايه القلق الكبير ده؟ إن هو احنا مش عايزين نبقى سعداء؟ هو احنا مش عايزين طول الوقت يبقى عندنا افرازات سعاده؟ الحقيقه ان هي جاوبت على السؤال ده، وهجاوب برضو على حته ان هو بيحقق لبعض الناس بعض القيم المفقوده في حياتهم. هي جاوبت على السؤال ده وقالت ان علماء الاعصاب اكتشفوا
ودي حقيقة في طبيعة المخ والأعصاب، أن المناطق التي تعالج الألم والسعادة في المخ هي نفس المناطق العصبية والدماغية. فبحيث أن الدماغ البشري والجسم بصفة عامة حتى الجهاز النفسي بتاع الإنسان بيميل إلى ظاهرة اسمها هوميوستيسيس. هوميوستيسيس ده اللي هو إعادة التوازن، كلما زادت جرعة السعادة في الدماغ يبتدي الجسم العقل أو المخ يبتدي يقلل تاني ويفرز حاجات كيميائية تعادل السعادة دي عشان ما تكونش مفرطة، فيبتدي يخلي فيه ألم، وبعدين بعد كده يوصل لمرحلة إن هو حالة الملل بقى أو اللي هو اللاشيء. إن أنا ده بيفسر كمان فكرة إن أحيانا بعد إنجاز كبير أو موقف سعيد إحنا أحيانا بنشعر بالإحباط ونبقى مستغربين إحنا ليه عندنا إحباط ده، لأن حصل إفراز كبير جدا لكمية من الدوبامين والشعور بالسعادة، فالعقل عايز يرجع لحالة الهوميوستيسيس ديت، فبيبتدي يقلل لك مستقبلات الدوبامين ويفرز لك مستقبلات الألم. طيب بالنسبة للناس بقى اللي حضرتك بتقولي عندهم حاجات عايزين يعوضوها، مش قادر يتحرك، إمكانياته المادية ضعيفة، عايز يحقق لنفسه شوية متعة، إيه المشكلة؟ المشكلة إن إحنا ما بنقولش، ما بندنش السوشيال ميديا، إحنا بندين سوء الاستخدام. برضو في كتب كتير اتكلمت عن، يعني مثلا لما هنيجي نقترح بعد كده نقول طب ايه الحل لو في حد وصل لمرحلة ادمان السوشيال ميديا، ايه الحل؟ في كتب كتير اتكتبت عن الحمية الرقمية، بيقولوا عليها ديجيتال دايت، زي ما احنا بالظبط لما بيحصل لنا حالة تعب في المعدة أو القولون أو ارتفاع في ضغط الدم بنروح للطبيب يقول لنا إيه، أنت محتاج حمية غذائية. دلوقتي المعالج النفسي لما بيلاقي حد مدمن ألعاب فيديو، ألعاب كمبيوتر، ألعاب استراتيجية، الحاجات دي على فكرة بتسبب اكتئاب وتسبب عنف وبتسبب عصبية، عزلة وعزلة والإيجو النرجسية، التمركز حول الذات، تمام؟ فبيقول له أنت محتاج أن أنت تعمل حمية غذائية بدل ما يديله أنتي ديبريزنت، لأن طبعا كل الدراسات أثبتت أن إدمان السوشيال ميديا، إحنا بنقولش السوشيال ميديا لكن بنقول إدمان السوشيال ميديا هو بيسبب الاكتئاب. دكتور إحنا كده إحنا متفقين على أن السوشيال ميديا تحولت، فيها جوانب إيجابية طبعا، تحولت لإدمان بالظبط، وزي ما في سلب بالضرورة وبالتأكيد في إيجاب، أكيد. وبيكون الإنسان هو سيد قراره في فكرة عاوز تاخد سلبي فقط ولا تاخد إيجابي، ولا إيجابي مع جزء من السلبية. لكن إحنا النهاردة يمكن الهدف الرئيسي اللي إحنا نتخلص من هذا، يعني السيطرة أو هذه السيطرة من السوشيال ميديا أو التليفون اللي أنا على طول قاعد عليه وبتكلم عليه. خليني أسأل حضرتك، هل السوشيال ميديا ليها علاقة بالعنف الأسري؟ طبعا، يعني إحنا مؤخرا بقينا نشوف حالات عنف أسري كتيرة جدا، إحنا بنشوف الناس جوه البيت عصبية دون سبب. ما هو نفس القصة بقى، هو الدوبامين بيعمل إيه؟ زي المدمن، شوف هم درسوا لقوا أن دماغ المدمنين على المواد المخدرة والعقاقير اللي هو الإدمان المواد المخدرة، هو نفس التركيبة بتاعت الدماغ أو الحالة في حالة إدمان السوشيال ميديا. وعلى فكرة نضيف لها كمان إدمان السكر اللي الناس بنطلب منه إن هم يصوموا عنه. فهم اقترحوا السبب إيه؟ الحل إيه؟ إن إحنا نعمل الصوم الدوبامين، انا اصوم عن الدوبامين. طب ده هيحصل ازاي؟ حضرتك بتقول ان احنا بيسبب عنف، طب هو بيسبب عنف ليه؟ ما انا دلوقتي زي المدمن، هو من المدمن لما بتمنع عنه المواد الادمانيه مش بيحصل له ارق، توتر، اعراض الانسحاب، اكتئاب، اعتلال المزاج، وبيحصل له ميول عدوانيه نفس وعنف. الاعراض دي بتحصل لما بسحب السوشيال ميديا من الشغل. طبعا لان انت افقدته مصدر الدوبامين، مصدر السعادة. انت دلوقتي بس ده مش اي شخص، ده للمدمن فقط، مش كده؟ بصي هقول لحضرتك حاجة، هي دلوقتي او الهافي يوزر، يعني ايه الفرق ما بين افراز الدوبامين العادي وافراز الدوبامين المضر، او الدوبامين اللي بيفرز عن طريق instant gratification اللي هو الاشباع الفوري اللي بتحققه حاجتين، الاكل القهري او اللي زي بيقولوا eating disorders اضطرابات الاكل، وتعاطي السوشيال ميديا، هنقول عليها تعاطي، تعاطي بمعنى التعاطي فعلا، ان انا ادمنت السوشيال ميديا انا، وطبعا ده ليه علامات وظواهر. فانا دلوقتي ايه الفرق بقى؟ لو انا قعدت مع حد صديق او اقمت علاقه اجتماعيه، بيفرز الدوبامين الطبيعي المقنن بدرجه معينه بيستقبلها المخ والجسم بشكل كويس،
وبتبقى بتشبع احتياج عميق، احتياجي للتواصل الاجتماعي اللي بيقولوا عليه لايف المباشر. تمام. أعتقد الناس الأكثر تأثيراً من اللي حضرتك بتقولي عليه ده هو الناس الانطوائية أو الانعزالية اللي بتجد من السوشيال ميديا ملاذ بيها في فكرة شرط. التعبير عن ذاتها. مش شرط، أصل هو يعني هي ممكن شخص سوي طبيعي بيبقى عنده نفس الأعراض. الكل ينزلق ناحية زاوية إدمان السوشيال ميديا. يعني مثلاً في كتاب The Destruction Trap، مصيدة التشتت بتاع فرانسيس بوث، اتكلمت عن ايه؟ ان الموضوع بيبتدي عن ان انا why not try، تعال نجرب. فبيبدا بقى انت تخش ان انت فضول الرؤيه، فضول المشاهده، فضول المتابعه، وبعدين بعد كده يتحول الى ان هو متابعه اجباريه، انت بتتابع غصب عنك. ما هو اصلا السوشيال ميديا وتطبيقات الانترنت مبنيه جازبة على تغذيه الادمان عندك. يعني عايزه اقول لك ان ده بقى بعد كده بيتحول من مجرد ان هو ليتس تراي، لان انا بقيت عندي متابعه قهريه، من يلا نجرب اجباريه المتابعه الاجباريه، بعد كده بيتحول الى بيهيفيرال ادكشن، ادمان سلوكي، ادمان سلوكي، في الاخر كومبالسيف بيهيفير، سلوك قهري اللي بنسميه، زي اللي هو انت مش قادر خلاص، انت وصلت لمرحله ان انت مش قادر. فبيحقق لبعض الناس ليه بقى؟ لانه بيخاطب اولا السمة النرجسية اللي موجودة عندنا. وأحب ألفت النظر إن في فرق بين السمة النرجسية الطبيعية، وهي إحدى قوانين الطبيعة البشرية، إن إحنا كلنا نرجسيين بدرجة ما، الدرجة الآمنة الصحية اللي تكمن في حب الذات. نعم. وفي اضطراب الشخصية النرجسية الذي ينطوي على عكس بقى حب الذات، كره الذات وعدم الإحساس بتقدير الذات، فيقوم يبحث عن مصادر أخرى لتغذية هذه النرجسية. نعم. وكمان هي يعني مثلا في فيلم أنتج 2020 عن السوشيال ديليما، اللي هي معضلة السوشيال ميديا. اتكلمت عن إيه؟ الناس اللي بيشتغلوا في الشركات ديت بتوع التكنولوجيا كانوا بيعملوا تطوير للتقنيات، هم بيبقى بيطلعوا أسرار الشركات دي، واللي إحنا قاعدين بنطور التقنيات دي على إنها تسيطر على المستخدم، بحيث ان هو تجره او تسحبه لمرحله الادمان، فيبقى مستخدم دائم. طب هم بيستفيدوا ايه؟ هم بيستفيدوا مش بس من الاعلانات، مش بس من بيع المنتجات، لكن هم بيبيعوا المستهلك نفسه. المستهلك نفسه او مستخدم الانترنت، بياناته الشخصيه وتفاصيله وعادات مشاهداته وعادات ما يتعرض ليه، مش بس البيانات اللي هو بيدخلها عن نفسه، لا كمان الاهتمامات، استنباط سلوكه وتفكيره اللي بناء عليه يبدا يظهر له الاشياء اللي بتخاطب ده، فيسحبه اكتر ويحتفظ بيه، متواجد اكتر ومستخدم اكتر. لا، ومش بس بتبقى الخطوره هنا بتكمن في فكره الشخص، هو انا لو جمعت الداتا دي والمعلومات الخاصه بشعب بالكامل في بلد ما، انا قدرت ان انا اسيطر واغزو الدوله. بالزبط. دي انا عايزه اقول لحضرتك ان هم كشفوا كمان ان المطورين بتوع البرامج دول بيعتمدوا على ترويج الاشاعات، لان هم لقوا ان هم بيكسبوا منه اكثر ما بيكسبوا من بيع المنتجات والاعلانات. صحيح. لان الشائعه بتنتشر بسرعه رهيبه، فبيلاقوا ان مثلا البوست ده فيه شائعه والناس بدات ايه تتابعه، فيبتدوا يغذوه. مش في ناس بتعمل سبونسر كده على بوست عشان يزود عدد مشاهدين ويزج بيه امام اكبر نسبه؟ حروب الجيل الرابع يا دكتور اللي احنا بنتحدث عنها، فكره ان انت ما بقاش في ساحه للقتال، فكره ان انا بغزو الشعب والشعب هو اللي بيدمر نفسه بنفسه. بالظبط. بسيطر على الفكر. بالظبط. في كمان حاجه تانية كشفوا عنها، ان هم بيكونوا الخلايا الارهابيه والمتطرفه بشكل غير واعي او غير مباشر. ازاي؟ انت عندك فكر معين، فهو بيبتدي يزج في طريقك كل البوستات والافكار والبشر البيبل اللي معاكي بيخاطبوا نفس فكرك، فتقومي انت تظني انك انت صاحبه الفكر الصحيح وان الفكر رائج ومنتشر، فتبتدي تتصرفي اكتر وتتمسكي بيه اكتر. فهم كشفوا في الفيلم ده عن خطوره السوشيال ميديا، لان هم نفسهم اضطروا او في الاخر وصلوا ان هم بقوا
هم كمان مدمنين. طيب لو احنا بوزنا بقى واللي حصل حصل خلاص، الجيل اللي بعد كده لو عندنا اولادنا او لو عندنا الاقل في السن لسه ولسه بيجربوا، وهم دول هافي يوزرز او مستخدمين نشطين اكتر مننا، لان هم عندهم حاجات احنا مش عارفينها في التكنولوجي او مش قادرين نتابعها بالسرعه اللي هم بيعملوها، نلحق نعمل الموضوع ده ازاي من غير ما ياثر على مهاراتهم؟ ان هم برضو بينموا مهاراتهم من خلال السوشيال ميديا، واحنا عارفين مع الاتجاه الرقمي ان احنا السوشيال ميديا مش بتنمي اي مهارات، بالعكس فعلا جميع الكتب اللي اتكتبت والدراسات اثبتت ان هي على النقيض انها بتحفز سيكولوجيه واليه المخ للالهاء والتشتت. صحيح. أوكي. وان هي بتحفز فكره التلقي أكثر المعلومات من الإرسال. السطحيه. صحيح. وبتقلل كفاءه الذاكره طويله المدى، انت طول الوقت قاعده زي ما بيقول نيكولاس كار في كتابه ذا شالوز السطحيون، ده كتاب مهم جدا بيتكلم على كيف تؤثر السوشيال ميديا والانترنت على ادمغتنا، بتغير بنيه الدماغ وبتخليه يستوعب معلومات بطول ميل وعمق بوصه. طيب الولاد اللي دايما متمردين علينا وشايفين ان احنا بنقول اي كلام الرقمية. نقنعهم ازاي؟ الحميه الرقميه ده ممنوع المنع، نبتدي نقنن مثلا؟ ايوه طبعا. اولا هو بالنسبه للصغيرين مش المفروض ان انا اعود طفل من وهو صغير ان يمسك الحاجات دي، لان انا كده دمرت له الدوائر العصبيه بتاعته، بتبتدي تتحفز وبتعيد صياغه نفسها ان هي تخاطب هذا الاشباع السريع، هذا الكسب للجراتيفيكيشن المتعه السهله. لان بطبيعه الدماغ على فكره برضو علميا وسيكولوجيا الدماغ مصمم على انه كسول، وانه بيعمل وفق مبدا effort saving توفير الطاقه، فهو عايز يستمتع. وانت بتدي له متعه سريعه الا يخليه يدور على المتعه اللي فيها جهد وفيها بذل. فالطفل، خلينا في الطفل، الطفل انا اقدر اتحكم فيه وهو صغير لحد 5 و6 و7 سنين، كمان انا مش المفروض اخلي ابني ده ما يمسكش موبايل ده اصلا ولا يتعرض للسوشيال ميديا. لا يمسك، بس يمسك مثلا ربع لا بس ساعة، القوانين ساعة. بتقول ان السوشيال ميديا مش المفروض يتعرض لها، يعني لما تيجي تعملي اكونت على فيسبوك بيقول لك لازم تبقى عندك 18 سنه، او على انستغرام يعني ده هم يعني بيزوروا التاريخ. طبعا. فانا الطفل امنعه من الاول، لان انا كده ههيئه للادمان من البدايه، والعلاج من الادمان بيعتمد طبعا على الفتره. انا بتعاطى هذا السلوك الادماني بقالي قد ايه، فاذا كل ما كانت الفتره طويله كل ما كان الاقلاع عن هذا الادمان طويل. طبعا الناس الكبار اللي هم سقطوا في ادمان وكلنا مدمنين بدرجه ما، مطلوب ان احنا نعمل الحميه الرقميه، ودي كتب كتير اتكلمت عنها اللي هي الديجيتال دايت، بان انا حتى هم سموهم ديجيتال مينيماليستس المتجردين من السوشيال ميديا. يعني احنا مطلوب مننا يا دكتور دلوقتي اللي احنا نعمل حميه غذائيه وحميه ايضا رقميه علشان نقدر نحافظ نعمل على ده ازاي بقى مستقبل هنعمل ده ازاي؟ يمكن هناخد يعني من بسرعة. الفقره دي اللي احنا قلناها من حضرتك كده، او اللي احنا استفدناه من حضرتك، فكره مفيش حاجه ممنوعه، الممنوع مرغوب، فكره اللي انا امنع او اقنن لكن باضيق الحدود علشان خاطر ما يبقاش الحاجه مرغوبه وفيها افراط في الاستخدام بعد كده بسبب المنع، وفي نفس الوقت اقدر اللي انا انا بعرف وبتعامل وبتعايش مع الالم. وانا اقول بس بسرعه اقل من 20 سنه. اول حاجه لابد ان يكون عندي الرغبه والاراده، بدون الرغبه والاراده لا يمكن أي حاجة ان تقدر تعمل. صحيح. اي شيء. تاني حاجه اللي من ضمن الحاجات اللي بتساعد على ان انا بطل ادمان السوشيال ميديا النوتيفيكيشنز، الاشعارات. طفي كل النوتيفيكيشنز، لان اصلا السوشيال ميديا مصممه على انك انت عندك هوس الاشعار. صحيح. وعندك مبنيه على الفومو، ظاهره الفومو دي اللي هي فير اوف ميسنج اوت، الخوف من فوات الاشياء، انها طول الوقت خايف. فانا خلاص هطفي الاشعارات عشان ما يبقاش عندي ظاهره الفومو، عشان ما يبقاش عندي تشتت وانتباه طول الوقت. صحيح. ابتدي ادخل انشطه غير تكنولوجيه تعطيني الجراتيفيكيشن العميق والممتد الصحي. ألعب رياضة. اللي بيحفز الدوبامين بالقدر المقنن. ألعب رياضة. أعمل لنفسي مفرزات الدوبامين الطبيعية اللي كانت بتاعت زمان. أن أنا أتعرض للطبيعة. أن أنا أتعامل مع بشر. لا يمكن يكون التعرض مع بشر طبيعيين أو
فيس تو فيس زي السوشيال ميديا اطلاقا. احنا بنشكرك دكتوره منى على يعني هذه المعلومات القيمه، واكيد لينا لقاءات متعدده في هذا يعني الملف موضوع تحديدا كبير جدا على الموضوع فكرة. في غايه الاهميه بالتاكيد. دكتوره منى حمدي استشاري الصحه النفسيه، شكرا لوجودك معنا في صباح الخير. ربنا يخليك، ميرسي. مشاهدينا احنا لسه موجودين معاكم وفقراتنا مستمره، خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم باقي فقراتنا. بنصبح على حضراتكم واهلا بيكم وموجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي ميكالي عقد اجتماعه التحضيري امبارح، وده لاستعراض تدريبات المرحلة المقبلة للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية تحت سن 23 سنة، واللي هتكون مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024. وحدد البرازيلي ميكالي 12 يوليو المقبل موعد لانطلاق معسكر المنتخب. اتحاد الكره المصري استقر امبارح على اطلاق مسمى بطوله النخبه على السوبر الجديد، واللي هيتكون من اربع فرق وهي بطل ووصيف الدوري وبطلي كاس مصر وكاس الرابطه المصريه. المسؤولين في نادي انبي قرروا انهاء اعاره الموركينابي اريك تراوري وعودته الى فريقه بيراميدز، وده بعد ما تراجع مستواه بشكل كبير وعدم تقديمه الاداء اللي بيلبي طموح الاداره. فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك فاز على فانز الكاميروني بنتيجة 41-20، وده في إطار أول مواجهته ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية اللي بيستضيفها النادي الأهلي على صالة الملك عبدالله الفيصل بفرع الجزيرة. نادي انتر ميلان حقق الفوز على اي سي ميلان بنتيجة 2-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح على ملعب سان سيرو، وده ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا. أهداف المباراة جت عن طريق الثنائي إيدن ديجيكو ومختريان في الدقيقة 7 والدقيقة 11 على التوالي لصالح فريق الانتر. نادي ليفربول بدأ الاستعداد لمواجهة ليستر سيتي في المباراة اللي هتقام بينهم يوم الاثنين اللي جاي في ختام منافسات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي، وشهدت التدريبات تألق نجمنا المصري محمد صلاح ووضوح الحالة الذهنية والفنية اللي بيعيشها الفترة دي بعد ما حقق العديد من الأرقام القياسية في الموسم الحالي. مشاهدينا خلصت نشرتنا الرياضية، ونرجع مرة تانية لمنى والأحمد ونكمل معاهم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا نوي. خلينا بقى نتحول لموضوع تاني. مجلس الوزراء في اجتماعه امبارح اتناقش في توصيات اللجنة اللي تم تشكيلها لدراسة مقترحات تطبيق نظام العمل عن بعد، وده لبعض العاملين والموظفين في الجهاز الإداري للدولة من غير ما يبقى في حاجة للتواجد في مقر العمل. أعتقد يا منى يعني خطوة جيدة جدا وصائبة، تحديدا وإحنا بنتكلم على رقمنة الجهاز الإداري للدولة. بس عشان نطبق الخطوة دي كان من بين المقترحات دي وضع مجموعة من المعايير علشان نجاح هذه التجربة كمان، ويكون في تشغيل تجريبي لنظام يعني العمل عن بعد. التشغيل ده مدته 6 شهور في وزارة الاتصالات وكمان في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. إيه هو المقترحات دي وإزاي هيتم تطبيق الآليات الخاصة ومعايير نظام العمل عن بعد؟ ده اللي احنا هنعرفه من خلال ضيفنا الكريم اللي منورنا، الدكتور أسامة عبد الرؤوف عميد كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية. صباح الخير يا دكتور. صباح النور بحضرتك ومشاهدينك الكرام. نورتني يا دكتور، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. من بداية كده قبل ما نبتدي نتكلم في التفاصيل، خلينا نعرف فكرة العمل عن بعد، إزاي الناس هتشتغل عن بعد؟ فكرة العمل عن بعد مش جديدة، هي طبعا ظهرت على الساحة بشدة قوي زي ما كلنا عارفين ايام الكورونا طبعا، لان ما كانش في work from office او نزول للمكاتب صحيح. فكان العمل كله من المنزل. الفكرة دي بدأت من ساعة ما بقى في امكانية للدخول، بقى في سرعات انترنت قوية قوي موجودة في المنازل دلوقتي، بقى انتشار اجهزة الحاسب او الاجهزة اللي ممكن تكون متنقلة كمان زي اجهزة اللابتوب وكذا وكذا والتابلت سويوي. فكل الحاجات دي كلها مكنت الناس. طيب العمل عن بعد كان هيتأتى ازاي الا لو كانت في وسيلة رقمية ان هو يتم العمل عن بعد؟ يعني ايه؟ بقى في منصات، بقى في منصة عمل، بوابة مصر الرقمية اللي عليها دلوقتي طبعاً كل تقريبا الجهات الحكومية بالظبط. عندنا دلوقتي 41% من الخدمات اللي في مصر دلوقتي بتقدم بصيغة رقمية، الناس بتتقدم لهذه الخدمات بصيغة رقمية، والمنتظر في 2030 انها تتخطى 90%.
فكل الحاجات دي كلها لو انا النهارده ما عنديش مقدرة على ان انا اتعامل مع قواعد بيانات عليها بيانات الدولة كلها، عليها بيانات المواطنين، متصلة بأماكن الخدمات، كل الرقمنة اللي حصلت، شبكة مصر الرقمية اللي اتعملت على أرض مصر كلها اللي جابت مصر من الصعيد لحد اسكندرية شرقا وكمان بعرض البلد وفوق لتحت، طبعا ده بقى عندي خلاص. ده القرى كمان الفايبر اللي احنا كنا بنحلم بيه في المدن بقى موجود جوه القرى اللي هي عليه السرعات الفائقة. خبر يا دكتور على فكرة ان بقى اصبح في ألياف ضوئية في شمال سيناء. بالظبط، كابلات الالياف الضوئيه دي هي اللي ادتنا سرعات الانترنت دي اللي نقدر ندخل عليها. يعني النهارده لو انا اللي قاعد في بيته ده ما عندوش خدمه دايما يقدر يتابع من خلالها عمله، يبقى هيدخل يعمل ايه؟ النقطه الثانيه بقى عنده بدايل كمان، يعني ايه؟ يعني لو خدمه الانترنت عندك على كابلات الفايبر حصل فيها حاجه، وده بقت نادره دلوقتي لان شبكات الفايبر بتبقى ستيبل او مستقر اكتر بكتير، عندك شبكات المحمول، بقى في شبكات محمول الجيل الموجود الرابع والخامس دلوقتي داخل على مصر كمان، فبقى في سرعات برضو تكفل لك انك تدخل بوسائل، بقى عندك وسيله او اكثر للدخول على الانترنت دلوقتي، غير ان بقى في ميكنه للقطاع الاداري اللي موجود في مصر يمكن اللي قاعد في البيت ان هو يتم جميع اجراءات عمله اللي كان بيتمها من خلال المكتب اللي موجود. نعم، اذا انا عندي الاداه، يعني حضرتك اللي ذكرته ده وعديته هو الأداة المستخدمة اللي بتوفر لي اللي أنا أقدر أمارس العمل عن بعد. بالظبط. إزاي هيتم ممارسة نظام العمل عن بعد وليه عملنا فترة تجريبية 6 أشهر؟ طيب الفترة التجريبية دي عشان حضرتك بتقر ثقافة جديدة، الثقافة دي دلوقتي متواجدة بشدة في القطاع الخاص عندنا في مصر. صحيح. أنظمة الإدارة الجديدة اللي اتوجدت على مستوى العالم كله بعد الديجيتال ترانسفورميشن او التحول الرقمي بقى بيسموها الاجايل، الانظمه المرنه. النظام القديم بتاع مدير وتحته مديرين ادارات وتحته كذا، الهيكل ده الاداري ده كله اتغير. وعلى فكره الدوله الفتره اللي فاتت دي عرفت ده. يعني حضرتك لو رجعت لجهاز التنظيم والاداره هتلاقيه غير الهيكل الاداري بتاع الدوله في السنتين اللي فاتوا، لانه برضه رايح نفس الاتجاه. صحيح. فهي منظومه بتعزف مع بعضها بشكل متناغم. طيب الشكل المرن ده يعني ايه؟ يعني حضرتك النهارده لما بتبقى قاعد في البيت وبتشتغل من البيت مش زي وانت قاعد في العمل وفوقك مديرك وبيتابعك وكذا وكذا، لا الشكل ده اختلف. طب انا بجرب ليه؟ بجرب لان انا عايز انقل الثقافه دي للناس. النهارده انت وانت قاعد في بيتك الرقابه عليك اقل بكتير من وانت قاعد في العمل. صحيح. فلازم في زي ما حضرتك تفضلت في البدايه الحاجات اللي اقرت الوزاره معايير قياس الاداء. انا النهارده عندي معايير هقيس ان الاداء ده عامل ده، بالعكس مع الميكنه معايير قياس الاداء بتبقى اسهل. ليه؟ لان كل الورك شيت كل الحاجات والمهام اللي حضرتك بتنجزها موجوده على السيستم كلها ومقاسه بشكل واضح تماما. ده غير ان انا النهارده لما ابقى مدي البيرنتس الامهات والابهات لو عندهم مشكله في الرعايه الاسريه وفي 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 والكلام ده انت حطوه في المنزل في مكان امن في مكان هادي في مكان مطمئن فيه على اسرته وكذا، ممكن انتاجه يزيد. وده بالابحاث، احنا مش بنقول كلام مرسل، ده اتعمل ابحاث وقت الكورونا، اتعمل كميه ابحاث غير طبيعيه على المقارنات اللي انا بقولها لحضرتك دي. والحاجه الثانيه الارهاق في الانتقالات ما بين مكان ومكان، ده في حد بياخد اقامه بديله ويروح يقعد في فتره ويرجع اخر اسبوع، وده كتير في بيئات. تكلفه الاقامه برضو، تكلفه المعيشه مع الاقامه دي تكلفه، تاثيره على شكل بالزبط. الاسره المصريه اللي اصلا احنا ده يعني الدوله المصريه شغاله عليها يعني تحسين الظروف المعيشيه للاسره المصريه عشان يبقى في جوده للحياه. بالظبط. ده غير ان اللي قاعد في البيت ده هياخد دعم من المؤسسات فيها، بمعنى لو هو موظف حكومي هيضاف على مرتبه بدلات استخدام انترنت وبدلات استخدام كهرباء وبدلات كذا، مع انه وفر استخدام التكنولوجيا، وفر استخدام البنزين وفر بنزينه. طيب النهارده السيرفيس اللي هتتقدم لك وانت قاعد، انا مواطن اهو وهاخد خدمتي عن بعد وهاخدها الكترونيه، برضه توفر عليا انتقالات كتير، صح ولا لا؟ لو انا كنت هروح للمكان بانتقالات تكلفني 50 60 70 جنيه. طب ثواني هنا بس يا دكتور. اتفضل. لسه كنت حضرتك واحمد بنتكلم قبل ما ندخل الفقره عن ان الكلام ده هيطبق على الجهاز الحكومي اللي هو غالبا بيكون بيقدم خدمات للناس. مظبوط. الناس هتوصل للشخص اللي بيقدم الخدمه ده في بيته وهو قاعد بيعمل عن بعد، ولا هيتعامل ازاي؟ هو ده اللي انا بقوله لحضرتك، فيما يسمى داشبورد. الداشبوردز دي بقى هي
هي ايه المنصه الكامله اللي حضرتك بتقدمي فيها والموظف موجود وراها من ناحيه ثانيه، يعني زي نفس فكره شغلانه الداتا انتري. هو موظف موجود مش بقى مدخل بيانات، هو بيراجع الطلبات اللي انا تقدمت بيها للحصول على خدمه واستوفيت الشروط فبيديني ابروف او يعدي لي الطلب. بس بشكل كمان اكثر توثيقيه، بمعنى حضرتك النهارده فتحت التيكت الساعه 9 و8 دقائق، انا النهارده مسموح لي ان اي تيكت يتفتح قدامي لازم اقفله خلال ساعتين. السيستم النهارده هيجي اخر اليوم كل التيكتس اللي انا اتاخرت فيها هيعمل احصائيه عليا ويرفعها للي فوقيه اللي من شغلته انه يتعبني، يتابعني، انا اسف، يتابعني برضو يشوف انا عملت ايه ووضعي ايه وقصتي ايه، فبقى في فولو اب تحديد للانتاجيه طبعاً. ونشوف مين أكتر. بقى في رقابه على الموظف بالظبط، ما بقاش في الشكل النمط التقليدي بالظبط للقليل، لان هنا انا بقول القليل من الموظفين لما يروح لا معلش استنى لما يفطر ويخلص، لا هو عنده تايم والتايم ده لازم يديلك الشغل بكواليتي معينه او جوده معينه. تمام، ده غير ان شريحه الجهاز الاداري في مصر اتغيرت. الجهاز الاداري اللي كان 7 مليون انخفض ل 5.4 مليون دلوقتي. خصائصه هي يا دكتور؟ لا اتغيرت. ليه؟ لان في شريحه كبيره جدا من اللي كانت موجوده جوه الجهاز الاداري اللي هي وصلت لسن المعاش، وطبعا ما فيش تعيين في الجهاز الحكومي بقى لنا 12 سنه دلوقتي موقوف ده، فبدات الشريحه اللي هي دي ما بقتش موجوده، والشريحه اللي كانت مؤقته اللي كانت صغيره في السن هي اللي حلت محلها دلوقتي، فبقى السن اللي موجود للموظفين العاملين بالجهاز الاداري والحكومي الموجود في الدوله سن يقبل هذا، يقبل الثقافه دي وحابب التعامل مع المفردات الحديثه للعصر في التدريب ده. وكمان هم بداوا وزاره الاتصالات زي ما حضراتكم شايفين كده، لان وزاره الاتصالات هي اللي بتعمل التدريب التحويلي لكل المؤسسات اللي موجوده في الدوله، فطبعا هي بدات بالموجودين فيها، فبقى عندهم ثقافة غير طبيعية في هذا المجال، عشان كده هتبقى التجربة واعدة، ولما تبقى واعدة وتنجح ومثمرة هتبقى طيب. تقدر ترول اوت تنتشر بقى في الأماكن الباقية. نعم. ايه أهمية الخطوة دي يا دكتور في ظل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة للجهاز الإداري للدولة؟ ده هي الميزة كلها في كده، العاصمة الإدارية بتتمتع ببنية رقمية تحتية غير متكررة على مستوى مصر، فيها مراكز بيانات مصر كلها هتبقى موجودة فيها دلوقتي، واللي أنشأت بمعايير دولية غير طبيعية، يعني احنا بقى عندنا مراكز بيانات نفخر انها موجودة على ارض مصر. مراكز البيانات دي دلوقتي هي اللي بتشيل كل التبادلات دي، ما هو برضو حضرتك لازم الساعة بتاعت الاجهزة اللي هيدخل عليها عدد الجمهور الكبير ده تستوعب حجم الناس اللي هتدخل عليها. ما هو انا النهاردة ما اعملش امتحانات مثلا هيدخلها 2 3 4 مليون وانا السيستم لا يتحمل ده فكره السيرفر بالظبط، فكره السيرفرز اللي بقت موجوده واللي اتنقلت دلوقتي لحته ما بقتش مسميات السيرفرز، بقت كلها كلاودز دلوقتي او استضافه سحابيه، واحنا بقى عندنا مناطق استضافه سحابيه ضخمه قوي في مصر ونفخر بهذا بفضل من الله. فالقصه دي هتبقى مفيده جدا. غير كده النهارده انا النهارده ال 50 60 جنيه اللي انا كنت بوفرهم في الانتقالات وي 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 هيقعدوا عليا في فايده. الخدمه الالكترونيه اللي هتتقدم عن بعد هيبقى لها رسوم، لان انا النهارده استبدلت 50 60 70 جنيه اللي المواطن كان هيدفعهم انتقالات برسوم خدمه 10 جنيه. طب ال 10 جنيه دي بقى الدخل ممكن يسهم في ايه؟ ممكن يسهم في تطوير، ممكن زياده الدخل للموظف، ممكن 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 توظيف دعم عائد دعم السيستم او دعم النظام طبعاً اللي تطوير بيشتغل الأنظمة دي عليه الموظف بحيث ان هو يبقى مزيد من الصيانه. فهي لها جدوى اقتصاديه كمان. غير كده بقى في حاجه اهم من كل ده، أنا كل العمليات اللي هتطم على الأنظمة دي بيانات موجودة على الأنظمة. والبيانات دي اللي بيطلع منها المعلومات. البيانات دي بيطلع منها المعلومات. والمعلومات هي الثروة الجديدة اللي موجودة، دي ثروة. صحيح. ثروة تستحق هنطلع منها كمية تقارير تدعم الدولة في اتخاذ قراراتها بشكل لا تتخيله. ليه؟ بقى كل حاجتك موجودة تقدر تقيس كم واحد بيتقدم للطلب الفلاني، كم واحد بيطلب الخدمة الفلانية. صحيح. تقدر تعمل لها أنظمة بقى ومحاكاة ويبقى شكل الدولة مختلف، شكل دولة بتدار بأسلوب علمي حديث وهو ده اللي بتهدف ليه الدولة. دكتور الفترة اللي جاية أعتقد مع تطبيق نظام العمل عن بعد ووجود قواعد بيانات ده هيساعد أكتر إن الناس يعني اللي موجودة في أماكن بعيدة أو في محافظات حدودية بعد التطوير طبعًا. وتقديم الخدمة الرقمية طبعًا. إنها مش محتاجة بقى تتشحطر حضرتك متخيلة اللي كان بينتقل من محافظات الصعيد وهنا وهنا عشان يروح عاصمة عشان فيها خدمات له وهو بياخد خدماته من مكانه وإن ناتج خدماته دي بيوصله في البريد بعدها بيوم لو في حاجات موثقة ما زالت عايزينها ورقية كما كانت
زي ما بيحصل دلوقتي في شهادات المخالفات وفي غيرها وفي غيرها، اللي نجحنا في رقمتها رقمنه الحاجات دي كلها، رقمنه ده هيساعد ان احنا نبقى كمان ابديتد، يعني اعمل المخالفه دلوقتي اعرفها دلوقتي ما اتفاجئش بارقام صعبه عليا مثلا. بالظبط، وهو ده اللي ماشي على مستوى الدوله لحد الرعايه الطبيه. الرعايه الطبيه بتميكن على مستوى الدوله دلوقتي عشان يبقى كل مواطن له رقم صحي ماشي معاه على مستوى ارض مصر، كشف في اي مكان معاه نتائج فحوصاته على مستوى ارض مصر كلها. هيبقى في شكل تاني، هيبقى احسن بكتير، مظله جديده للمنظومه الصحيه طبعًا ودعم طبعًا. طيب دكتور، دايما يعني الدوله بتولي اهتمام كبير بالفئات الاكثر استحقاقا، ودول اهلنا اللي ليهم واجب وحق. حضرتك قلت نقطه هايله والله، بحييك عليها والله يا استاذ. ازاي هنتعامل مع الفئات الاكثر استحقاقا التي لا تجيد التعامل مع التطور الرقمي؟ ده انا انت اديتني فكره ونورت لي لمبه كده، انا بحييك عليها بصراحه. هرد على سؤال حضرتك الاول. وزارة الاتصالات عاملة مراكز على أرض مصر كلها، الإتيدا ده مسمياتها اللي هو المركز القومي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، معهد الاتصالات الـ NTI، دي كلها موجودة على أرض مصر كلها، بقالها مراكز دلوقتي مش في القاهرة فقط. يعني لها شروم أو غرف يعني منافذ، ده مراكز كاملة بمعامل تدريبية بكل حاجة عظيم ومستهدفه جدا. كل واحده واخده كلاستر، يعني محافظه او محافظتين بتعمل تدريب لكل اللي موجودين في الاماكن دي. هي بتيجي في فترات تبقى مستهدفه خريجين حديث التخرج يعني، وفي كل التخصصات مش تخصصات التكنولوجيا صحيح. فقط لا غير، ومرات تكون مستهدفه الموظفين في الجهاز الاداري، ومرات تكون مستهدفه الشرايح المهنيه، ودي حاجه قوية ومحترمة ولها برامج ولها مخرجات وبقى لها نتائج، لدرجة ان خريج الاماكن دي الشركات بتستناها على الباب لانه بيتدرب تدريب مهني مناظر لمطلوب في سوق العمل تماما. فالموظف اللي حضرتك عايز تدربه عشان يبقى عنده القدرة على التعامل مع ده، او المواطن اللي انت هتنتج له فيديوهات بسيطة مدتها دقيقتين ثلاثة كده تخليه يعمل الحاجة بمنتهى السلاسة. الأنظمة الحديثة يعتمد فيها على الذاكرة البصرية لو هو مش متعلم، دقيقتين ثلاثة فيديو يدربك على نفسك تعمله في الدنيا وانت قاعد في بيتك، وإيه محطوط الفيديو جنب الخدمة هتشوف ده وتعمل ده. الحاجة التانية سلاسة الشاشات اللي معمولة، إنك إزاي بنسميها يوزر فريند لأنها صديقة للمستخدم، من شاشة واحدة بحاجتين بساط. الحاجة التانية الربط مع الأرقام القومية، يعني إيه كان زمان بيقعد يملى بيانات كتير قوي قوي قوي، بعد الربط مع وزاره الداخليه وقاعده الرقم القومي جه للداتا كلها والمعلومات كل حاجته في الدنيا تطلع صحيح، وده انا جربته بشكل شخصي بالظبط. فبقى في يسر وسلاسه. الجزء بقى اللي حضرتك تفضلت ونوهت اليه، انا النهارده افرض عندي ذوي الهمم اللي كان بينتقل بمعاناه من مكان لمكان عشان يخلص خدمه، كبار السن اللي ساعات ما بيعرفوش ينزلوا سلم عشان يروحوا مكان، النهارده لما تعمل له خدمته وهو قاعد في مكانه وتديله ده كله، هو ده مش نوع من انواع الرفاهيه؟ الحياه الكريمه. طبعا انت بتوفر له مستلزم اساسي وهو قاعد، ورعيت ظروفه ورعيت صحته ورعيت صعوبه انتقالاته، وفرت عليه المشقه على اللي بيرعاه وبياخده وينقله من مكان لمكان. صحيح. فده كله حاجات مهمه جدا. الحاجه برضو اللي غير كده توظيف الذكاء الاصطناعي. النهارده البيانات والمعلومات دي كلها اما توظف يعني نقدر نقول يا دكتور بشكل عام ان احنا امام منظومه بتتغير بشكل بالزبط. تام بالزبط. والمنظومه دي هي منظومه الذكاء الاصطناعي القادره فعلا على توفير حياه كريمه للمصريين. طبعا طبعا اكيد طبعًا. كل الشكر ليك الدكتور اسامه عبد الرؤوف عميد كليه الذكاء الاصطناعي بجامعه المنوفيه، اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بحضراتكم وشاكر لحضراتكم. شكرا ليك يا دكتور. شكرا جزيلا. مشاهدينا دلوقتي معادنا مع موجز لأهم الأنباء التاسعة صباحا مع لميع حمدين، اتفضلي. شكرا لك أحمد. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. يشارك وزير الخارجية سامح شكري اليوم في الاجتماع الوزاري لصيغة ميونخ حول عملية السلام في العاصمة الألمانية برلين، ويشارك شكري مع نظرائه من الأردن وألمانيا وفرنسا في الاجتماع للتباحث حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسبل دفع وتكثيف جهود التهدئة وخفض التوتر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بسقوط ضحايا مدنيين في غزة باعتباره أمرا غير مقبول، مطالبا جميع الأطراف بممارسة أقصى درجات ضبط النفس. يأتي ذلك فيما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 7 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، مشيرة إلى تسبب القصف بإلحاق أضرار في ممتلكات المواطنين. كما استشهد فجر اليوم شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها أمس بلدة قبطية جنوب جنين. أكد الجيش السوداني استقرار الموقف العملياتي في جميع ولايات البلاد، وفي بيان له أشار الجيش السوداني إلى وجود انتهاكات مستمرة من قبل قوات الدعم السريع في أجزاء من مناطق العاصمة الخرطوم، كما لفت إلى القضاء على المئات من عناصر الدعم السريع وتدمير العشرات من العربات التابعة لهم، وذلك خلال تنفيذ قوات الجيش عملية تمشيط واسعة في منطقة الخرطوم بحري. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن خطط حلف شمال الأطلنطي لفتح مكتب في العاصمة اليابانية طوكيو تثبت عزم الحلف مواصلة عسكرات منطقة آسيا والمحيط الهادي. وأضافت زاخاروفا في تصريح صحفي أن الناتو يستهدف العداء مع الصين وروسيا، وكانت وسائل إعلام يابانية قد أشارت إلى وجود مفاوضات بين الناتو واليابان بشأن افتتاح مكتب للحلف في طوكيو بهدف إجراء مشاورات بين الجانبين حول مختلف القضايا. أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كالونا الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه الصين من أجل السلام والاستقرار في العالم، وذلك خلال اجتماعها مع نظيرها الصيني تشين جيانغ في باريس. هذا وجددت كالونا التشديد على وجوب سعي بكين إلى أقناع موسكو بإنهاء الصراع في أوكرانيا والدفع بروسيا قدما إلى مسار السلام. من جانبه شدد وزير الخارجية الصيني على أن زيارته إلى باريس تستهدف العمل المشترك لتسريع التواصل والتعاون في شتى المجالات. خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في تونس على أحد الملاعب الفرعية بالملعب الأولمبي في رادس، استعدادا لمواجهة الترجي في العاشرة مساء الجمعة في ذهاب الدور النصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا. وخاض لاعب الأهلي إحماء وتدريبات بدنية قبل المشاركة في تدريبات تضمنت الجوانب الفنية التي يرغب في تنفيذها مدرب الفريق مارسيل كولر خلال المباراة. وحقق فريق انتر ميلانو الايطالي انتصارا ثمينا على غريمه وجاره اي سي ميلان بهدفين دون رد في المباراه التي جمعتهما على ملعب سان سيرو في ذهاب دور نصف نهائي بطوله دوري ابطال اوروبا. ودخل انتر ميلانو اللقاء بقوه ونجح في تسجيل هدفين مبكرين عن طريق ايدن ديزيكو وهنريك ميختاريان خلال 11 دقيقه فقط. ومن المقرر ان يلتقي الفريقان مجددا على نفس الملعب الثلاثاء المقبل في اطار اللقاء الإياب من أجل حسم هوية الفريق المتأهل للمباراة النهائية للبطولة الأوروبية الأعرق على صعيد الأندية. مشاهدينا انتهى موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. مرحبا بحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. في الحقيقة مصر دولة شابة، لأن أكثر من 60% من تعداد سكانها شباب، علشان كده الشباب عنصر فاعل وأساسي في جلسات التحضيرية للحوار الوطني، وبالتأكيد هيكون ليهم دور كبير في الجلسات النقاشية والأفكار اللي مطروحة للنقاش على كافة المستويات، سواء كانت سياسية سواء كانت اقتصادية سواء كانت كمان اجتماعية. لازم حضور الشباب بيكون ركيزة أساسية في أي حوار بيحصل منه. أكيد يا أحمد، عشان كده احنا النهاردة هنتكلم عن تفعيل دور الشباب ومشاركتهم الواسعة في الحوار الوطني، والملفات اللي ممكن يكونوا هيركزوا عليها، والأفكار اللي ممكن تناقش واللي هيكون أكيد لها تأثير إيجابي على الناس. خلينا نرحب بضيوفنا النائب محمد صلاح البدري عضو مجلس الشيوخ، أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. ونائب أحمد فتحي مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضراتكم، منورنا.
بنرحب بيكم، وخلونا نبتدي بدور الشباب تحديدا في الحوار الوطني، ونتكلم مع سيادة النائب احمد فتحي باعتبار حضرتك يعني مقرر لجنة الشباب في الحوار الوطني. عاوز اعرف أهمية تعزيز دور الشباب في النقاش المطروح في هذا الحوار الوطني. يعني اولا صباح الفل على حضراتكم. احنا كنا سعداء جدا احنا لما ربنا وفقنا وتم اختيارنا ان احنا نكون مقررين عن لجنة الشباب الحوار الوطني في شهر 9/2022. كان السؤال اللي احنا دايما بنطرحه، هل فعلا هنتكلم مع الشباب في كل المواضيع اللي هم عايزين يتكلموا فيها بحرية وبفكر وان هم يقولوا كل حاجة هم عايزينها؟ كانت الإجابة من الأمانة الفنية والسادة أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني طبعا ما فيش أي مشكلة، على أساس أن محور الشباب بالأخص يعني لما هنسمع أفكار هنتكلم عن اقتصاد، هنتكلم عن سياسة، هنتكلم عن المشاكل المجتمعية، فقال لك طبعا شوفوا اللي أنتم محتاجينه، وبس احنا في الأول وفي الآخر عايزين توصيات قابلة للتنفيذ. فخلال الفترة اللي فاتت نزلنا في الجامعات ونزلنا في المدارس ونزلنا على القهاوي وفي القرى وفي النجوع وفي مراكز الشباب. عايز اقول لحضرتك يعني احنا ما فيش مكان سبناه عشان نقدر نوصل صوت الشباب للتنفيذيين او لمجلس النواب، عشان لو في تشريع يتم من قبل مجلس النواب، لو في حاجه تنفيذيه من قبل الحكومه نبتدي نشتغل عليها على ارض الواقع. صحيح. وما تبقاش وعود ان احنا بنوعد الشباب وخلاص، لا تبقى فعلا وعود قابله للتنفيذ. واحنا فخورين ان احنا عندنا شباب فعلا لما قال افكار وقال توصيات خلال الفتره اللي فاتت، بنقول لا احنا محتاجين نسلط الضوء على الناس دي، محتاجين نسلط الضوء ان الشباب فعلا عندهم فكر محترم، بس محتاج اللي يسمعه. صحيح. دكتور محمد، الفترة اللي فاتت كان في جلسات مع الشباب في أماكن مختلفة، سواء بقى وزارة الشباب، سواء في الجامعة، سواء في الأماكن المختلفة، بيبقى في أعداد كده مكثفة الناس بتقول فيها هي بتفكر في إيه على المستوى الصغير في المحافظات وعلى المستوى الأوسع في الجامعات من مختلف المحافظات. حضرتك محتك وبشدة بشباب الجامعة، فنقدر نقول إن هم الفترة اللي فاتت متخيلين إنهم كانوا عايزين يتكلموا في إيه وطرحوا إزاي؟ طيب، هو انا بس نفسي اسلط الضوء على كلمه قالها قلتها في الانترو، يعني ان مصر دوله شابه. هي فعلا مصر دوله شابه للغايه، الهرم السكاني في مصر النسبه الاكبر منه شباب، ودي حاجه المفروض انها تبقى نقطه قوه للدوله المصريه، والمفروض نستغلها الاستغلال الامثل. يمكن انا برضو زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، انا استاذ جامعي في المقام الاول قبل ما اكون عضو مجلس شيوخ، وبالتالي انا متداخل مع الطلبه، وكمان انا بشتغل منسق انشطه طلابيه في الكليه اللي انا بعمل فيها، فده مخليني قريب جدا من الطلبه. طب مش هقدر اقول لحضراتكم الاحتكاك بالطلبه اداني انطباع ان احنا عندنا منجم افكار موجود في وسط طلبه الجامعات. عندي عدد كبير جدا من طلبه الجامعات عندهم طموح غير طبيعي، عندهم افكار وكتير منها قابل للتنفيذ. انا مش عايز اقول لحضراتكم ان منها افكار ابتدوا هم ينفذوها مع بعض لوحدهم. صحيح. افكار بزنس صغير بيعملوه مع بعض، مشروع بيعملوه، فكره تدريب مثلا لكوادر صغيره ويكبروها، عندهم طاقه لازم نستغلها. رجعوا تاني شاركوا يا دكتور، قعدوا فتره طويله قوي الشباب في الجامعه واخد جنب من الانشطه الطلابيه، واخد جنب من ان هو يشترك، رجعوا تاني يشاركوا، رجعوا يفكروا طبعا. ورجعوا يشتغلوا على مهارات. حماس غير طبيعي، يعني انا فاكر من 5 أو 6 سنين كان الصراع على انتخابات الاتحادات الطلابيه محدود. صحيح. دلوقتي الاتحادات الطلابيه هدف ومنافسه شديده جدا، ورجع الحراك الجامعي بشكل قوي جدا. احنا في مثلا داخل الجامعه بنعلم الولاد كيفيه ممارسه الحياه بشكل عام، احنا مش بس بنعلم علم، احنا بنعلم علم وبنعلم سياسه، ازاي يمارس الحياه السياسيه بشكل منظم منضبط، ازاي يتعامل اجتماعيا مع غيره، المشاركات اللي بين الطلبه او الانشطه الطلابيه بتديهم مهارات يقدروا يتعاملوا بيها في المجتمع بعد كده. يعني اعتقد ان فرصه وجود حوار وطني في الوقت الحالي كان لابد ان الشباب يدخل فيها وبقوه، لاني اولا الافكار اللي هم بيطرحوها هنلاقي كتير منها جدا قابل للتنفيذ. صحيح. هنلاقي كتير منها جدا بيعبر عن طموحاتهم واحلامهم، ومش افكار تقليديه كمان. بالظبط، في حاجات كتيره منها جدا خارج الصندوق وجميله يعني. طب واللي هو حضرتك لما تسمعها هتقول طب هو ليه لا؟ يعني طب ما ده كويس. والافكار يعني ابعد يعني غريبه كمان، هتلاقي افكار اقتصاديه، هتلاقي أفكار اجتماعية، هتلاقي أفكار سياسية كمان. مشاركتهم هم عندهم تعطش غير طبيعي للمشاركة السياسية تحديدا، ويمكن سيادة النائب أحمد لما نزلوا
الجامعات. هو حتى قبل الهوا كان بيقول لي ان احنا لقينا كده ولمسنا كده فعلا في وسطيهم. واعتقد ان الفتره القادمه من فتره الحوار الوطني مشاركه الشباب يعني هتبقى حاجه مهمه جدا. واعتقد ان التوصيات اللي هتطلع من اللجنه دي تحديدا هتبقى من اهم التوصيات اللي ممكن تطلع من الحوار الوطني ككل. يعني في الحقيقه دكتور الواحد فخور اللي هو بيبقى قاعد امام اتنين بيمثلوا الشباب، حضرتك يعني كاستاذ جامعي ولك ظهير شعبي شبابي داخل الجامعات، وايضا سياده النائب احمد، وانا يعني اعلم ان سياده النائب عنده كمان مؤسسه شباب القاده وازاي بيدعم الشباب فعلا وبيشوف المشروعات الابتكاريه الجديده. فعاوز اعرف منك يا سياده النائب يعني ازاي نقدر نعزز من دور الشباب خلال الفتره اللي جايه من خلال يعني طرح موضوعات داخل لجنه الشباب في الحوار الوطني. احنا اول حاجه يا استاذ احمد هنشتغل عليها هو الملف اللي معالي النائب لسه بيتحدث عليه، هو ملف الانشطه الطلابيه واتحادات الطلبه. كان اول مطلب رئيسي كانت الطلبه بتقوله رجعوا لنا انتخابات حقيقيه داخل اتحادات الطلبه. وابتدوا يقولوا كمان ان عاوز اقف عند حقيقيه دي برضه احط تحتها كام خط وتضمنها لهم ازاي؟ اضمنها لهم ازاي بقانون. مشروع قانون لازم يتقدم لاتحادات الطلبه والانشطه الطلابيه. حاليا في لائحه، اللائحة اتغيرت 2017 دولة رئيس الوزراء كتب تفاصيل مواد محترمة فيها، اتعدلت في 2019 لما يخص البند المالي. لكن الشباب لما سمعناهم لا، ما هو في وزير ممكن يجي بعد الوزير الحالي أو بعد اللي هيبقى موجود بعديه يغير اللائحة. طب احنا ايه يا شباب محتاجين ايه؟ مشروع قانون. مشروع قانون بيقول ازاي ننظم عملية انتخابات اتحاد الطلبة، ومش انتخابات اتحاد الطلبه فقط، الانشطه الطلابيه كمان، عشان في فرق ما بين اتحادات الطلبه والانشطه الطلابيه اللي داخل الجامعات، سواء جامعات حكوميه اهليه خاصه معاهد فنيه ومعاهد تكنولوجيه. لما حضرتك ذكرت ان احنا وشرفتنا اكتر من مره في مؤسسه شباب القاده عشان تشوف مشاريع الشباب، لا احنا محتاجين حاجات كتيره جدا. رقم واحد ان يبقى في ربط بعمليه اللي بيحصل جوه في الجامعه واللي بيحصل داخل الحكومه المصريه. صحيح. احنا لما نبقى عارفين الوزارات المختلفه زي وزاره الثقافه، ما ننزل نشوف في انتخابات اتحادات الطلبه في لجنه اسمها لجنه الثقافه الشباب بتعمل ايه في اللجنه. لكن لما يبقى الشباب بتشتغل في مكان او في وادي عفوا والدوله ممثله في الوزارات المعنيه بافكار الشباب في وادي تاني، لا ده مش صح. بشكر الجامعات المحترمه، كنت لسه بتحدث مع سياده النائب من شويه ان في جامعات بتتفاعل مع ناس، وفي جامعات مش شايفه ان في حاجه اسمها اهميه الانشطه الطلابيه واتحاد الطلبه. صحيح. هتخلق كادر السياسي ازاي او كادر ليه بيتعاملوا مع فكره ليه هجيب لنفسي صداع من الحته دي اصلا؟ شكرا انت قلتها، ودي الكلمه اللي على طول اللي عايز اقول لحضرتك بنسمعها من ناس كتير قوي، انتوا هتوجعوا لنا دماغنا، اقفل النشاط الطلابي. كان اكتر حاجه بتقول الشباب يقولوا لنا عشان ياخدوا بس امضه دكتور المسؤول عن رائد الانشطه الطلابيه بيقعد قد ايه عشان يوصله. كلمه حضرتك قلتها في الانترو على معالي النائب وراه ظهير شعبي من الشباب. ليه؟ عشان بيدعم وبيسهل الاجراءات. في دكاتره تانيه مع احترامي الكامل يا نهار ابيض ده بيعدي سنه وسنتين وثلاثه والامضه لسه لحد دلوقتي ما مضاهاش عنده في انا المكتب. عشت ده سنين، انا كنت نائب اتحاد طلبه كليه اعلام فانا عارفه قعدنا فترات يعني صعبه جدا زمان يعني طبعا مش دلوقتي. لا ودلوقتي برضه عشان اصريح مع حضرتك احنا في حوار وطني. طبعا في حوار وطني لك مطلق الكلام والحريه يا سياده النائب. يعني نقول فين المشكله طبعًا عشان نقدر نوجد لها. بس خلينا نتفق ان في كتير قوي من اساتذه الجامعه مؤمنين جدا بالشباب وده بيبقى فكرهم انهم يشوفوا افكار ويشوفوا ويدعموا، بس احنا عايزين ده ما يبقاش تصرف فردي، مش عايزين يبقى ده يخضع ليه قناعات الشخص، احنا صح. عايزين ده يبقى حق، عشان كده يبقى في مش قانون مش الحق قانون. ده اللي اتعلمناه في مجلس النواب. عشان نجيب حق الناس لازم يطلع بقانون، مش نطلع بفكره. في جامعه تطبق جامعه تانية مش هتطبق، لا قانون يطبق على كل الجامعات. وده اللي احنا شفناه من الشباب وده اللي الشباب هتقترحه. انتوا حضرتك هتشوفوا فعلا ان شاء الله لما نبدا الجلسات ومناقشه اتحادات الطلبه والانشطه الطلابيه، اتحاد الطلبه ده هتبقى في جلسه والانشطه الطلابيه في جلسه وهنجمعهم كلهم. الشباب هيبقوا موجودين ويقولوا رايهم. كل اللي مقدم توصيات رؤساء اتحادات الطلبه الحاليين وكمان اللي كانوا موجودين على مدار السنوات اللي فاتت ومنهم نواب وحضرتك نائبه تشرفينا في الحوار الوطني. لا سنين سنين. انا عايز اقول لحضرتك احنا عندنا انا عاوز اسال هنا سؤال وحضراتكم موجودين برضو، لان احنا لسنوات كتيره يمكن انا جت لذهني كده حاجه ودكتور برضو محمد مش عارف هيأيد كلامي ده ولا ايه، كنا دايما نتحدث عن الشباب اللي هو فوق ال 55 سنه وانت طالع.
عاوز اعرف بس الاول احنا بنتكلم على اي فئه شبابيه اللي احنا بنقصدها اللي هي مشاركه معنا في الحوار، الشباب الحقيقي؟ الشباب الحقيقي طلبه الجامعه، شباب يعني بنتكلم في 20 سنه و25 سنه، لا بنتكلم من 18 سنه لغايه 25 26 سنه يعني من اه يعني 25 يعني شباب مش حلاوه الروح لا 18 سنه فعليا. الحاجات اللي بقولها لحضرتك دي حتى الكلام اللي عندي انا شخصيا والتوصيات اللي الولاد ادوهاني عشان انا اوصلها للجنه الشباب في الحوار الوطني وللقيادات في الحوار الوطني او حتى اناقشها من خلال المجلس كلها طالعه من طلبه في سنه ثانيه كليه وثالثه كليه اللي هو 19 سنه و20 سنه. قالوا ايه يا دكتور؟ بيتكلموا مينلي على التوصيات او الكلام اللي بيتكلموا فيه حاجات سياسيه فقط ولا هم بيشاركوا في كل المناحي او في كل حاجه مطروحه في الحوار الوطني؟ بيتكلموا في سياسه وبيتكلموا في اقتصاد وبيتكلموا في تجاره وبيتكلموا في رياضه، بيتكلموا في كل الحاجات اللي هم شايفين انها ناقصاها. بص حضرتك احنا طلبه الجامعات از ا فيري بيج ميوزيوم، متحف غير طبيعي في كل ما يمكن ان تتخيلي وكل شيء. في طلبه عندي عندها رغبه شديده في المشاركه السياسيه ومش لاقيه فرصه، حتى الاحزاب المتاحه حاليا ما بتدخلهمش بالقدر الكافي او لما بتدخلهم بتدخلهم في صوره قواعد، ما بتديش حد فيهم قياده يعني يعني مناصب قياديه، ودي حاجه من الحاجات اللي تمثيل شكلي ودي حاجه مضايقاهم جدا. في طلبه عندي بقى كتير عايزين مشاركات مجتمعيه اعلى لدرجه ان هم يعني هم مثلا عايزين يشتركوا في جمعيات او حاجات تعمل خدمه للمجتمع، مش بيلاقوا جمعيه تحقق طموحهم فيبتدوا هم يعملوا جمعيه صغيره من عندهم ويلموا من بعض ويعملوا انشطه وحاجات زي كده. في مثلا مطلب رئيسي وده اللي هو محتاج تشريع قانوني فعلا، وهو ده يمكن ان انا اللي انا متبنيه حاليا، هو ربط لجان الاتحاد الطلابي بالسلطه التنفيذيه المختصه بها، بمعنى ان اللجنه الرياضيه اللي موجوده في الاتحاد طلبه الجامعه المفروض تبقى لينكد مع وزاره الشباب والرياضه او جهاز الرياضه تحديدا. ليه؟ الولاد عندهم مواهب، يعني في طلبه جامعات ممكن يطلع منهم لعيبه في كل الالعاب. طب انا عايز ادخل الولاد دولت، عايز اظهر الولاد اللي عندي دولت، هم مش لاقيين تراك. هم ليه مش واخدين الفرصه؟ يعني اذا اعلى قياده سياسيه موجوده سياده الرئيس نفسه عمل مؤتمرات شباب، سياده الرئيس عمل اكاديميه وطنيه للتدريب، فاحنا بنتكلم في ان احنا من فوق خالص جدا عندنا دعم ودعم شديد، ليه اتاخر؟ احنا عندنا نواب محافظين، عندنا نواب وزراء، ما حدش يقدر يقول ان في تقصير في من القياده السياسيه في ملف الشباب تحديدا. فين بقى لكن الحلقه المفقوده؟ في نوع من انواع يعني مش عارف اقولها لحضرتك ازاي، بس هو مش يعني مش في ناس في فئات او في درجات اداريه سواء تانية او ثالثه او رابعه او حتى خمسه ما بتاخدش الامور بجديه 100%. ده ليه؟ لان الولاد ما لهمش الحق ان هم يتواصلوا معاهم بشكل رسمي، وهو ده اللي هم بيطالبوا بيه. انا عايز اللجنه الثقافيه تتواصل مع وزاره الثقافه تبقى ليها اكسس على قصور الثقافه اللي موجوده في الاقاليم والمحافظات، يبقى تقدر اللي هي مش مفعله اصلا، يعني في منها مفعل والله وكويس، بس الفكره كلها ان مفيش تواصل بينها وبين الجامعه. عشان يتم تواصل لازم يتم بمليون ورقه زي ما حضرتك قلت. طب ليه؟ طب ما اللجنه الثقافيه ممكن يبقى ليها اكسس مع وكيل وزاره الثقافه في المحافظه اللي هو فيها بشكل مباشر. انت راجل بتمثل الطلبه اللي عندك وعندك مواهب ثقافيه وعندك انشطه ثقافيه، ما تروح على وكيل وزاره الثقافه وتعمل معانا النشاط الفلاني وتطلع الطلبه بتوعك ويظهروا على مسرح وزاره الثقافه. اللجنه الرياضيه تظهر برده مع اللجنه الاجتماعيه، تروح تتواصل مع وزاره التضامن الاجتماعي وتبتدي تدور على المحتاجين والفقراء والكلام ده كله، عشان ما نبقاش جزر منعزله. ان بالطريقه دي انا بشتغل لوحدي في الجامعه بلم فلوس واطلع شنط رمضان من السنه اللي فاتت، لكن وزاره التضامن ما هي بتكفو الناس. طب ما هو لو ضميت دولت على دولت المبادره هتبقى اقوى توحيد الجهود وهتبقى اكتر بعد كمان قانون العمل الاهلي الوضع بقى افضل بكتير ان احنا الناس تعرف تشتغل مع بعض. دخول الشباب في الهيكل الاداري للدوله من خلال الاتحاد يعني اتحاد طلبه الجامعه تحديدا مطلب رئيسي. طيب. هم عايزين يخشوا. هروح لسياده النائب احمد فتحي لان دكتور محمد تحدث عن فكره دخول الشباب في اتحادات الطلبه بشكل رسمي وفاعل علشان يقدروا يلعبوا دورهم السياسي. اولا هسال حضرتك، هل في فعلا نيه وشغف لدى الشباب لممارسه العمل السياسي؟ لان لطالما كان بيردد على الاذهان فكرة ان الشباب من بعد الثورات هو عزف العمل السياسي ومش عاوز يلعب سياسة خلاص. لما نزلتوا اتحادات الطلبة هل ده موجود ولا لا؟ احنا بنتكلم على تمكين يمكن منا تحدثت عن حاجة في غاية الأهمية، اعلى قمة الهرم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم الشباب دعم كامل ولا يستطيع احد ان ينكر ذلك. شفنا يمكن حضرتك نائب وعضو مجلس نواب
شفنا دعم كبير للشباب التنفيذيين داخل المجالس النيابية، شفنا أيضا داخل الدولاب العمل التنفيذي شفنا دعم كبير جدا، سواء كان خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة أو أيضا أعضاء تنسيقية بيلعبوا نواب محافظين وعدد كبير جدا شفناه. إذن نحن أمام دولة بتدعم الشباب، فين الخلل؟ ليه دايما بيبقى فيه لما بننزل للمرحلة الثالثة والرابعة والخامسة بيبقى فيه خلل؟ أعلى قمة الدولة تدعم الشباب، انزل تحت لا احنا هنقف قدام الشباب، لان انا لو مكنت استاذ احمد او سياده النائب هو ممكن يقعدني في البيت، فانا هحاول ان انا اقفل عليه. ازاي تقدروا ان انتوا تحلوا القصور ده من خلال الحوار الوطني؟ بص يا استاذ احمد، احنا لما خلال الفتره اللي فاتت لما سالنا كل لجنه من لجان اتحادات الطلبه انتوا بتعملوا ايه، احنا في اتحاد الطلبه في 7 لجان، اللجنه الرياضيه ما تعرفش اي حاجه عن وزاره الشباب والرياضه أصلاً، غير بعض الحاجات اللي تخص ملف الرحلات، رحلة الحتة الفرنية، القصة دي كلها. فابتدينا نقرأ كل في اللايحة، بقى احنا نتكلم في اللايحة كل لجنة اختصاصاتها ايه. مفيش اي فكر بيقول ان الدولة المصرية ممثلة في الوزارات المعنية اللي متواجدة حاليا علاقتها ايه باتحادات الطلبة، مفيش. يعني مفيش حتى سطر بيقول ان يبقى فيه اجتماع شهري ان الشباب دي تجتمع مع الوزارة عشان نقدر نطلع ببرامج، نقدر نوعي الشباب ببرامج الحكومة، نقدر نقول ان الشباب دي شباب منتخب والشباب جاي بصوت طلبة الجامعة، فهم كمان يعدلوا في البرامج اللي جزر موجودة. جزر منعزل. ولو الحوار الوطني، انا بقول لحضرتك بصراحة ان شاء الله هنطلع بتوصيات عشان نقدر نقول الملف مهم هيتم مناقشته جوه في لجنه الشباب، هو حاجه اسمها ملف الوعي. فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث الفتره اللي فاتت عن ان يا جماعه في غياب وعي، شبابنا ما يعرفش ايه اللي بيحصل داخل الحكومه المصريه. واللي انا عايز اقوله لحضرتك، احنا لما نزلنا الفتره اللي فاتت احنا ما اتكلمناش عن انجازات دوله، ومش جاي اقول انتوا شفتوا الانجازات احنا عملنا ايه وفكرنا في ايه، لا. الحوار الوطني مستو ان احنا نشارك الناس دي، تعالوا قولوا لنا احنا الفتره الجايه انتوا ازاي تشاركوا في الانجازات دي وازاي تقدروا تزودوا على الانجازات دي. لو ده ما حصلش، عمليه الربط ما بين الحكومه المصريه وما بين اللجان النوعيه اللي موجوده داخل اتحادات الطلبه، يبقى حضرتك ما طلعتش بتوصيه تقدر نقول ان احنا نخلق قياده. انت حضرتك تحدثت عن اكتر من جهه بتقدر تدعم الشباب، صحيح. وده حصل بالفعل. فخلاص احنا دلوقتي ربنا وفقنا وبقينا مسؤولين، احنا كمان لازم نمكن شباب تاني وشباب تالت وشباب عاشر عشان نقدر نقول ان احنا عندنا قيادات مختلفه. احنا داخلين الفتره الجايه على انتخابات محليات، طب مين والمفروض العدد 54,000 بيقول لك هننزل ل 35,000. المهم ان في فوق ال 30,000 يعني منتخب هننزل نقول الفلان الفلاني ده هنرشحه. مين اللي هيقدر يعمل العمليات التاهيليه ديت والتدريبيه الا لما يبقى عندنا شباب على مختلف جامعات مصر قدرنا نمكنهم سياسيا؟ وده المحور الثاني اللي نتحدث فيه داخل لجنة الشباب، هو التمكين السياسي للشباب اللي هنقف عنده. هنتكلم عن التمكين السياسي للشباب أكتر، هنتكلم عن قضية الوعي اللي حضراتكم أثرتوها، هنتكلم عن الترابط ما بين مجلس الوزراء إن هو يقعد ويسمع في جلسات الحوار الوطني بحيث أنه يبقى يتم سرعة تنفيذ اللي هيحصل في الحوار الوطني. لكن بعد الفاصل مشاهدينا خليكم معي. اهلا بكل مشاهدينا من جديد. 3 محاور قبل الفاصل كنا سبناهم مفتوحين ولسه ما خلصناش كلام فيهم. كنا بنتكلم عن اهميه الوعي ومعركه الوعي مع الشباب، بنتكلم عن تواجد مجلس الوزراء في الحوار الوطني وحضوره بحيث ان هو يسمع للتوصيات ويقدر ينفذ سريعا، بالاضافه كمان لاعداد الكوادر اللي فعلا تقدر تكون موجوده. ضيوفنا النائب محمد صلاح البدري عضو مجلس الشيوخ، والنائب احمد فتحي مقرر لجنه الشباب بالحوار الوطني، مستمرين معانا وبينورونا في الاستوديو وهيكملوا كلامهم معانا. دكتور، خلينا نتكلم عن معركه الوعي اللي موجوده عند الشباب الجامعي. الشباب الجامعي بقاله كتير قوي يا عيني بيمارس عليه ضغوط انه الولاد مش مركزين في حاجه، الولاد ما عندهمش اي وعي، الولاد دول عايشين في دنيتهم، دول منفصلين مهتمين فقط بالسوشيال ميديا ومش مهتمين ولا حاسين باللي بيحصل في البلد. نقدر نقول ان ده حقيقي فعلا اللي بيحصل في الجامعه وده اللي موجود فعلا عند شباب الجامعه؟
يعني هو طبعا انا احب اقول لحضرتك ان كل اللي حضرتك قلتيه ده انا مش شايف انه حقيقي تماما. انا مختلف تمام الاختلاف على هذا الكلام. مفيش حاجه اسمها الولاد ما عندهمش وعي. الولاد الشباب عندهم كميه من الوعي يعني مدهشه لاي حد بعيد عنهم. لو صحيح. فكر يقرب شويه منهم هيكتشف حجم الوعي اللي هم فيه، حجم الافكار اللي بتبقى موجوده عندهم، الطاقه اللي عندهم. ويمكن حضرتك اشرت قبل الفاصل للبرنامج الرئاسي لتاهيل الشباب للقياده. انا حابب بس اشيد تاني وتالت ورابع ان هذا البرنامج او هذا المشروع انا في رايي انه افضل ما تم في هذا في ملف الشباب تحديدا في تاريخ الدوله المصريه الحديث. يعني بالفعل ومرتبط بالوعي لان هو قام على الفكره دي. صحيح. الولد دايما عنده طاقه. شباب الجامعه على فكره، الطالب الجامعي واحد طالب متفجر في الطاقه، متمرد دائما، عنده عند فطري بسبب سنه بسبب عدم خبرته، عايز توجيه، عايز نوع من انواع التدريب، عايز يتعلم كيف يعمل في مجموعه، كيف يمارس النشاط او العمل من خلال مجموعات. فكره وجود مجموعه وان فكرتي مش شرط تبقى هي الصح او انها تتنفذ بحذافيرها، ولكن يمكن تدويرها والخروج بفكره افضل لو كنا 5 او كنا 10 او كنا 20، وتنسيق العمل بهذا الشكل، تدريبهم، اكسبهم مهارات أساسية في العمل المجتمعي وفي العمل السياسي وفي العمل وفي كل المحاور. ده كان هدف استراتيجي بالنسبة للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة. وأعتقد إن هو إحنا محتاجين نستلهم هذا البرنامج كرول موديل في الوقت الحالي، ويتطبق بقى بالكامل على شباب الجامعات بشكل دوري. يمكن أنا اقترحت مرة اقتراح صعب شوية تنفيذه. أنا مش عايز طالب يتخرج من الجامعات المصرية إلا لما يمر على الأكاديمية الوطنية للتدريب في دورة تدريبية على الأقل شهر. صحيح. لازم ياخد محاضرات. كان زمان معتمدين على أكاديمية ناصر العسكرية. صحيح. أنا دلوقتي شايف إن إحنا مش محتاجين كده، لكن محتاجين الأكاديمية الوطنية للتدريب. لا، وهبعد الصبغة العسكرية عن بالزبط. الأمر. وأنا عندي مؤسسة تبع لي، رئاسة الجمهورية، تطلع كل طالب جامعي ما يتخرجش إلا لما يمر عليه شهر تدريب من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب. هيزود الوعي عنده جدا. الموضوع ده لو تم احنا هنحل مشاكل كتير جدا عندنا. أصلا عندنا مشاكل حروب الجيل الرابع اللي بنتعرض ليها طول الوقت من جهات كتيرة جدا. الحروب دي احنا ممكن، هو الولاد بيسمعوا وعايزين ازاي يفصلوا المعلومة الحقيقية من المعلومة اللي مش حقيقية، ازاي يقدروا يردوا لما يتقال لهم كلمة معينة. طب انا محتاج اعلمه ازاي يرد، اعلمه ازاي يثق في نفسه ويثق في المسار اللي احنا ماشيين فيه، يثق في مصدر المعلومة. ده طبعا دي مرحلة تانية على فكرة. يعني الثقة في مصدر المعلومة دي برضو نوع من التدريب. ده محتاج تدريب كبير على فكرة. صح. ده مش سهل. احنا محتاجين الكلام ده بشدة في وسط الشباب. والولاد عندهم طاقة وعندهم رغبة وعندهم إرادة، محتاجين فقط التوجيه. فاحنا يمكن ده اللي ممكن نلعب عليه دلوقتي. انا متفق جدا مع حضرتك. وخلينا نقول قطرة من غيث، بلاش اللي احنا يبقى الأكاديمية الوطنية حتى لا نثقل عليها في البداية. ممكن نقول اللي هو تدريب حتى الكوادر الخاصة بالجهاز الإداري للدولة. فكرة ان اي شخص حتى لو هينتقل للعاصمة الإدارية الجديدة، اي شخص انا هعينه او هأهله في منصب تنفيذي داخل الدولة، لازم يخضع الاول لفترة تدريبية داخل الأكاديمية الوطنية، وتقول هو يصلح لهذه الوظيفة ولا لا، عشان ما يبقاش عندي بعد كده ظواهر عرضية تقدر اللي هي تخلف لي مشكلات فيما بعد. لكن عاوز اروح لسيادة النائب بقى احمد فتحي، ونتكلم تحديدا عن دور لجنة الشباب داخل الحوار الوطني. يمكن تحدثتوا واجتمعتوا وتوافقتوا، وهو ده أول حاجة توافقية احنا بنتكلم النهاردة عليها، فكرة أهمية اتحادات الطلبة وأيضا أهمية انتخابات المحليات. لأن أنا شايف أن دي بمثابة قنبلة موقوتة. طب. إذا لم تعد لها جيدا بالشكل الصحيح. طب. سوف تنحرف تماما عن المسار اللي يعني بيمهد لي الطريق لسنوات وسنوات، يعني سيادة الرئيس بشكل شخصي، عشان نقدر احنا نكافح مشكلة الفساد في الجهاز الإداري للدولة وفي المحليات تحديدا. ازاي هتقفوا قدام يعني هذا الملف؟ ازاي هتتعاملوا معاه؟ هنتكلم على يمكن حضرتك قلت رقم 35,000. ازاي هتأهلوا الشباب؟ زمان كنا بنقول عاوز تشترك عمل سياسي ادخل اتحادات طلبة، ثم ادخل محليات، ثم مجلس نواب، ثم دولاب تنفيذي للدولة. كان ده التدرج الطبيعي. ازاي نقدر نعيد صياغة المفهوم ده من جديد؟ عشان نقدر نعيد صياغة المفهوم ده من جديد، كل اتحادات الطلبة والأنشطة الطلابية فكرة طبعا وما زالت موجودة، فكرة التدريب الصيفي.
التدريب الصيفي ان احنا كنا بنروح احدى شركات الاتصالات او احدى البنوك او احدى الشركات عشان نقعد شهر او شهرين متواجدين جوه في الايه في الشركه دي، ونروح للجامعه يتفضلوا ادي الورقه انا اتدربت. ليه ما يبقاش التدريب الصيفي ده جوه في جماعت الاحياء؟ يعني الأحياء. ايه احنا دلوقتي ندخلهم المحليات طبعاً. الله طبعا ده انجاز، والولاد تشتغل والناس مصالحها هتتقضي. يعني الافكار دي طالعه من افكار الشباب. هما بيقولوا ايه لما كنا بنسال هل قبل كده حد من الشباب راح عمل مشكله في شكوى في الحي، ان مثلا عمليه التشجير الحفر دي شبيهه بمبادره ديواني كفء الفكره، كان بيدربوا التنفيذيين على فكره ازاي يبقى في شباب يقدر يمارس عمل تنفيذي. بس ده يعني للتنفيذيين احنا اللي هم خلاص وصلوا اوريدي فبياخدوا الدورات التدريبيه دي. احنا دلوقتي في المرحله التمهيديه واللي احنا نحضرهم ان هم يكونوا تنفيذيين او في السلطه محلية التشريعيه. عشان ده يقدر يحصل لازم الناس دي تتدرب جوه في الاحياء وياخدوا اتحادات الطلبه وياخدوا الانشطه الطلابيه، كل الممارسات اللي الساده العاملين في الاحياء بيعملوها الانشطه الطلابيه. بس ده برضو هرجع اقول ده في مكان وده في مكان. يا جماعه طب ما نقرب الاثنين من بعض. لما نائب احمد يعني حضرتك بتتكلم على طموح، لا ده مش طموح، يضاهي نفسه طموح. لا لا ده مش طموح يا استاذ احمد، ده مش طلبه الجامعه كلهم، ده مش طموح. ليه مش طموح؟ عشان بالفعل الشباب بتعمل ده، بالفعل الشباب بتشتغل على ده. بس دايما بنقول مفيش فكره ان انا اروح بقى افيد المكان ده نفسه واقول ما تعالوا نوحد الجهود، تعالوا ندرب الشباب. لما حضرتك تاخد الشباب دي وتروح تشوف موظف اللي متواجد في الحي ورئيس الحي بيشتغل ازاي وبيعمل ايه، الشباب دي مش ممكن تبقى في يوم من الايام رؤساء احياء. مش في زي ما حضرتك ذكرت تجربه تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين اللي انا بتشرف ان انا متواجد كعضو فيها، طلعت نواب محافظين واعضاء مجلس نواب واعضاء مجلس شيوخ. صحيح. البرنامج الرئاسي طلع شباب مشرف بمعنى الكلمه. اللي انا عايز اوصل ليه ايه؟ احنا عددنا قد ايه؟ عشان نبقى صراحه، والشباب قد ايه؟ خلاص احنا ربنا وفق وحصلت على عمليه التمكين، ماذا بعد عمليه التمكين؟ ما نمكن ناس ثانيه، هنمكنهم ازاي؟ ما لازم يبقى الشباب دي تكون متمكنه من ان هي تخش تشوف ايه اللي بيحصل جوه في الاحياء. والتجربه ان الساده النواب المحافظين، ان اتشرف ان انا اعرف مجموعه كبيره جدا منهم، ابتدى ياخدوا مجموعات من الشباب يقولوا لهم احنا كنواب محافظين بنعمل ايه في المحافظه بتاعتنا. لو ده ما حصلش وبشكل فعلي وبشكل توصيه لجنه الشباب ترفعها للامانه الفنيه والامانه الفنيه ترفعها لفخامه الرئيس ان كل اتحادات الطلبه مش يتم تدريبهم ان انا اعمل يبقى عندي برزنتيشن سكيلز عاليه، او ان انا اقول للسيد رئيس الجامعه ان انا هعمل بروجكت فلاني وخلاص. لا ده بيشاركوا في صنع القرارات، صنع القرارات سواء على مستوى المديريه او على مستوى المحافظه او على مستوى الوزاره، وده هيحصل الفترة الجاية. وده انا عندي سؤال متعدد الإجابة. أنا عاوز أقول على حاجة، لأن اللي قالها سيادة النائب دي دلوقتي فكرني بتمكين أحد من التنفيذيين وهو نائب المحافظ محمد موسى. طبعا أحد المعارضين الشرسين للدولة في وقت من الأوقات. كل اللي حصل، ودي مصطلح كان غاية في الروعة، قالوا سيادة المستشار محمود فوزي الخاص بي أو مسؤول الأمانة الفنية تحديدا، قال لي الدولة كل اللي عملته غيرت وجهة المعارضة ليه، بدل ما كان بيعارض في الدولة وبيخبط، لا تعالى بقى معايا في التحديات وشوف. أصبح من أكفأ تقريبا نواب المحافظين اللي موجودين. ده حقيقي. بص من ناحيتي بس، اتفرج على المشهد بس من وجهة نظري. اعمل الإصلاح عندي، اقف جنبي مش اقف قدامي، اقف جنبي واتفرج، ولو لقيتني غلطان وجهني، ولو لقيتني بتكلم صح ساعدني. هو ده الهدف أصلا، هو ده الهدف على فكرة من الحوار الوطني. يعني احنا مش جايين نتخانق، ده مش صراع سلطة، ده صراع على او ده محاوله ايجاد مساحات مشتركه بين فئات كتيره جدا شايفه ان كل واحد فيهم ضد التاني. احنا سياده الرئيس الجمله العبقريه اللي قام عليها الحوار الوطني ايه؟ نختلف حول الوطن ولا نختلف عليه. صحيح. احنا بنختلف نختلف الاختلاف، اختلاف للوطن، اختلاف الراي لا يفسد الوطن قضية. الفكره كلها احنا ما ينفعش نختلف على الوطن، في النهايه الهدف واحد، وفي النهايه كل الناس وطنيه وكل الناس تسعى الى شيء كويس. كل اللي عايزينه ان احنا نقف جنب بعض مش قصاد بعض. صحيح. بس وتكمله للكلام ده، اتفضل قبل السؤال. انت عارف ان الشباب بيطالب بفصل ايه؟ يعني بيطالبوا بحاجتين في الوزاره، وده فكر شباب محترم، فصل وزاره التربيه والتعليم عن التعليم الفني.
ده اول برضو من اوائل المطالب للشباب داخل لجنه الشباب، وان احنا هنوصلها لجنه التعليم. ولما سالناهم ليه عشان خاطر في انشطه طلابيه بتشتغل على ملف رياده الاعمال، وده محور رئيسي هنشتغل عليه في لجنه الشباب جوه في التعليم الفني، ان في صنعه وفي حرفه الشباب بتدرسها ده جوه في المدرسه بيعلموهم ازاي يقدر يفتح مشروع. طب قلت له طب ايه في عمليه الفصل؟ قال لك ما نفس الفكر اللي احنا بنطبقه في المدارس بنطبقه في المعاهد الفنيه والمدارس التكنولوجيه والمعاهد التكنولوجيه والمعاهد الفنيه. طب فين الوزاره اللي هي الوزاره التعليم الفني اللي تشتغل على الاثنين، بدل ما يبقى جزء رايح لوزاره التربيه والتعليم وجزء رايح للتعليم العالي. ونفس القصه وفصل وزاره الشباب عن الرياضه. الشباب لما كانت بتتكلم عن ان احنا نرجع الجمهور للاستاد بيقول لك دي عمليه اختصاصها مش ابن فقط، اختصاصها وزاره الرياضه. تعرف الشباب احنا لما تروح ايه الاجراءات اللي المفروض تتخذها عشان الامن ما يتخذش معاك اجراءات تانية. ده حاجه. الحاجات التانية المشاكل وهموم الشباب لازم تبقى في وزاره معنيه بالمشاكل دي، ما يبقاش في ملف هو اللي واخد الصوره الاكبر عن ملف تاني. ولما سالناهم اكتر ليه قالك انا واحد عندي افكار محترمه في ملف الثقافه، ليه ما تبقاش وزاره الشباب والثقافه؟ ودايما بنقولها. شباب تاني بيتكلم عن تكنولوجيا المعلومات، ليه ما تبقاش وزاره الشباب والاتصالات؟ شباب تاني بيتكلم عن العمل التطوعي، والعمل التطوعي يعني جمعيات اهليه اللي تابعه لوزاره التضامن الاجتماعي، ليه ما تبقاش وزاره الشباب والتضامن الاجتماعي لو حضرتك عايز تعمل عمليه الايه؟ ان يبقى في وزاره مع وزاره، ليه دايما يبقى وزاره الشباب مع الرياضه؟ هيتم مناقشة الملف ده طبعا داخل لجنة الشباب عشان نقدر نطلع بتوصية بعملية الفصل، أو إن احنا نبقى مجلس قومي للشباب. ما في مجلس قومي للمرأة وعامل نجاح كبير جدا، هل عندنا وزارة للمرأة؟ ما عندناش وزارة للمرأة. ده فكر شباب يا فندم. ولو الشباب دي ودايما احنا بنقولها إن في شباب اتجه للأشخاص ذوي الإعاقة وقالوا لنا على كمية مشاكل، وكل المشاكل مش محتاجه فلوس، عشان لما نتكلم عن ميزانيه الدوله لا ده كله مش محتاج فلوس، ده محتاج صاحب قرار يمضي يقول لك يلا يا شباب نفذوا الكلام ده كله. لما شفنا شبابنا الدارسين في الخارج كميه الافكار اللي عملوها لنا وقالوها لنا عشان خاطر عمليه العمله الصعبه والحاجات دي كلها خارجه من افكار الشباب. لما اتكلمنا عن فكره مراكز الشباب، عايز اقول لحضرتك يا احمد احنا عندنا مشكله كبيره جدا ان الشباب دايما قدامها مركز الشباب يقول لك انا ما بعرفش العب كوره، ومش شرط ان انت تجبرني ان مركز الشباب ده يبقى هو فيه كوره بس، وكنت اسميه مركز رياضي. صحيح. ليه ما يبقاش فيه دورات تدريبيه عن ملف رياضه؟ خرج مواهب كبيره جدا ما قدرتش وزاره الشباب والرياضه اللي هي تطلعها. خلينا نتكلم بمنتهى الصراحه، برنامج واحد عملته الشركه المتحده، ايوه ده متحده، فتشت ما بقول لك ايوه ده متحده مش الرياضه، فتشت وفتشت طلعت مواهب. فين دور وزاره الشباب والرياضه؟ طبعا والدوم. وبرضه عشان يبقى كلامنا عشان المشاهد تبقى عارف احنا مش بنهاجم، من عندها سؤال عاوزه تساله على فكره عمالين نقطعها. لا 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 بس خلينا نخلص كده. برضه احنا كمقررين ومقررين مساعدين احنا مش بنهاجم الحكومه، بس من حق علينا احنا هو ده اللي كنا بنتكلم فيه، بنشتغل ان احنا نسمع الشباب ونقول اصل ما فيش وزير قاعد في الوزاره، في وزاره بتتغير ووزاره بعدها بتتغير، لكن الشباب لما كانت بتفكر في فكر دوله. فتخيلي لو مكنتي بقى الشباب من كل الافكار المحترمه وهننفذها على ارض الواقع. عايز اسمع سؤال. انتوا في لجنه الشباب اهتميتوا انكم تسمعوا الشباب المختلفه، يعني ايه المختلفه؟ في بعض الشباب في وقت من الاوقات كان عندهم نقاط ضعف وسقطوا في فخ، سواء بقى الادمان سواء الخروج بشكل او باخر عن الشكل السليم اللي كل الناس كانت ماشيه فيه. اهتميتوا حتى تسمعوا واهتميتوا حتى تعملوا مدار او شكل اصلاحي، بحيث ان احنا بنتكلم في ان فعلا كل واحد له مكان دلوقتي موجود وكل واحد له حقوق. السؤال ده اعتقد انه حضراتكم انتوا الاثنين هتجاوبوا عليه، سواء من الناحيه الشباب او من الناحيه الطبيه كمان. التخيل، التعامل مع الشباب اللي هم كانوا بره السياق وعايزين ندخلهم تاني من اول وجديد ويبقى لهم حقوق زيهم زي بقى. عادة الدمج. بنتكلم على عادة الدمج. عادة الدمج في حاجتين، في ملف الادمان وفي ملف الشباب اللي خرج ال 1400 شاب لجنة العفو الرئاسي افرجت عنهم. عمليه الدمج ليه بقول في الاثنين؟ عشان حضرتك انا لو الشاب ده خرج الفتره اللي فاتت المجتمع المصري هيبص له بصه عامله ازاي؟ خلينا صراحة، اهله نفسهم طبعا مش حصل ضرر كبير من فقد وظيفه؟ هل الوظيفه دي هترجع له تاني ولا لا؟ صحيح. هل هيقدر يمارس حقوقه السياسيه تاني ويترشح لانتخابات جايه ولا لا؟
مين الكيان السياسي اللي هيقدر يضم الشباب دي ويدربهم تاني ويشتغل معاهم تاني عشان يقدر يوصلهم لمناصب قياديه في الدوله. حقهم والحق الشباب اللي بيشتغل. ده طموح ابعد كتير من سؤالك، كان بس كنت عايزاه يعيش بسلام وامان. لا 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 ما ينفعش. يعني احنا لو افترضنا ان احنا بندور بنخرج مثلا الشباب لجنة العفو الرئاسي، او بنقول ان احنا بنفتح صفحه جديده مع لم يتورط في اعمال عنف او لم يرفع سلاح في وجه الدوله المصريه، ونرجع بعد كده نقول احنا خرجناكم واقعدوا بقى في وسط بلودكم وسط ولادكم، احنا كده بنعمل يعني انا اسف اولا كده الفكر مش سليم للاخر. نمره اتنين احنا بنعمل قنابل موقوته، الولاد دي في يوم من الايام هيزهقوا من قعده البيت فيبقى هيطلعوا تاني لو لم يتم احتواء بالحال بالظبط. لو لم يتم احتواء هذه العناصر او هذه الطاقات الشبابيه اللي خرجت، محدش قال ان هم ما كانوش مخطئين، هم اخطاوا خلاص ولقوا جزاءهم وخرجوا. ايه المشكله؟ الولد اصلا هو عشان اخطا ليه؟ عشان هو اوريدي كان عنده طاقه كان عنده طاقه وعنده وجهه نظر، وعاده الشباب اللي من النوع ده عندهم شخصيه اصلا. طب ما انا احاول اعاده تهذيب هذه الشخصيه وتدريبه بشكل جديد واعاده دمجه تاني. بالعكس ده انا مش دمجه بس في المجتمع، حضرتك بتقولي عشان شغله ومش شغله، لا انا بتكلم في اعاده دمجه في كيان سياسي، ادخله كيان سياسي واخليه يمارس السياسه بشكل سليم، ويبقى بيمارس السياسه في من خلال اطر وانظمه قوانين شرعيه تطلع له الطاقه اللي جواه، واستفيد انا من الطاقه بتاعته ومن افكاره ومن الحاجات كلها اللي بيقدمها لصالح الدوله. لكن انا لو استبعدته، بس على فكره يعني الكلام ده ما ينفعش يتم على طول برضه، يعني مع احترامي طبعا للجميع، وده يمكن نرجع بقى للجزء الطبي في الموضوع، تاهيل الطبي او تأهيل نفسي. احنا محتاجين تاهيل نفسي، وتاهيل النفسي ده مهم جدا وممكن ياخد شويه وقت. اعاده التاهيل يمكن النفسي يمكن للمحيطين كمان بالظبط بالعيله لانه اكيد العيله تضررت. علشان اعرف استفيد من الولد ده بعد كده انا محتاج تاهيل نفسي لي، محتاج اعاده هيكله للشخصيه وللافكار يعني محتاج اقعد معاه فتره طويله. يعني دكتور محمد، يعني احنا للاسف وقتنا خلص، لكن لو عاوز اخد من حضراتكم سريعا كده حلم كل واحد بيحلمه يخرج من توصيات لجنه الشباب داخل الحوار الوطني، حلم واحد. انا بحلم ان لجنه الشباب في الحوار الوطني تخرج بتوصيه رئيسيه عنوانها الاتحادات الطلابيه وربطها بالجهاز التنفيذي للدوله. سياده النائب، حلمنا ان يبقى في كيان بيخدم اكبر عدد ممكن من شباب المدارس، شباب الجامعات، الخريجين. الكيان ده يكون ممثل في وزارة الشباب فقط أو ممثل في المجلس القومي للشباب، عشان لما سمعنا الأفكار المحترمة بتاعت الشباب لا لازم يبقى فيه كيان مستقل بذاته هو اللي يقدر يجمع كل الأفكار دي ويمكن الشباب سياسيا ومجتمعيا خلال الفترة الجاية. أنا كأحمد اشتريت المجلس القومي للشباب ده خلاص يعني بصراحة. ما زال التحضير لجلسات الحوار الوطني مستمرة، وما زال هيبقى فيه أفكار أكتر بكتير من الشباب، وأعتقد أن أنتم لسه بتسمعوا أفكار كتير وحيتم طرحها كمان. إحنا بنشكر النائب محمد صلاح البدري عضو مجلس الشيوخ، والنائب أحمد فتحي مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، نمرتونا وشرفتونا وديتونا أمل كبير وحضرنا معاكم الجلسات من خلال الحاجات اللي حضراتكم قلتوها لنا. شكرا لوجودكم معانا. شكرا، كل التوفيق لحضراتكم والف شكر لكم. شكرا لحضراتكم. مشاهدينا بكده خلصت حلقتنا من برنامج صباح الخير يا مصر، كنا معاكم على مدار 3 ساعات متواصله من 7 صباحا وحتى 10 صباحا، والى لقاء غدا في نفس الموعد. شكرا ودمتم في رعايه الله وامنه.